اهلا بكم كل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. الاهلي في كل مكان اكيد عندنا حاله خاصه جدا بعد اعتزال الكابتن حسام غالي، وطبعا النهارده ضيوف مميزين جدا هنتكلم معاهم عن الاهلي في كل مكان والكابتن احمد ابو مسلم وبدايته وتاريخه وذكريات لا تنسى، وخاصه ان هو عاصر الكابتن وذكريات كبيره جدا هنتكلم فيها، وفقره خاصه جدا الفقره الثانيه هتكون مع زميلي المحترم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق اللي كان موجود معايا في مهرجان الاعتزال وعنده كواليس كبيره جدا هيتكلم فيها كمان كل ما يدور على الساحه الرياضيه. الكابتانو حسام غالي، الكابتانو حسام غالي اللي دموعه كانت بتسبقه وعاطفته كانت جياشه جدا جدا عند الحديث عن الاعتزال. الكابتانو حسام غالي اللي فعلا بيستمتع بكرة القدم، لما تتابع حسام غالي وتعرف الظروف اللي مر بيها والتحديات اللي مر بيها حسام غالي تعرف اللي انت بتتكلم على امتداد لرموز. اكيد لما تشوف شكل وقيمة وامكانيات وتصرفات حسام غالي هترجع بالذاكرة، والناس القديمة هترجع بالذاكرة وهتشوف مختار التتش وهتشوف التسلسل الطبيعي اللي جه بعد مختار التتش، وهو كابتن صالح سليم اللي اتكلم وقال انا امتداد للتتش. ونرجع نشوف اكتر من رئيس نادي ونشوف طبعا قبله الفريق مرتجي وعبد الصالح الوحش وكل الناس اللي مشيت بشكل معين الى ان جينا للكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب، وتحس ان حسام غالي كده واخد نفس السك واخد نفس السك، شايفه في حاجات كتير في المستقبل، وكنا كلنا ضد ان ياخد قرار اعتزاله وإن يودعنا في هذا التوقيت. يودعنا في توقيت واقف على رجليه. في مباراة اعتزاله هو الأفضل في الملعب. هو الأفضل في الملعب، هو الغالي في الملعب. ناس كتير تقول لك يلعب سنة واتنين وتلاتة، لكن هو القرار ده بالذات هو قرار اللاعب وقرار الغالي. حسام غالي مر بتحديات كبيرة جدا. يمكن تاريخ ميلاده أو مواليده في النادي الأهلي ما كانش فيه الفئة العمرية بتاعته. فلعب مع الفريق الاكبر شويه اللي كان فيه الكابتن محمد فضل ولم يشارك معاه، بعدين نزلوا لي الفريق الاصغر شويه في مدينه نصر بيقعد في الاستراحه وبتاع، ما لقاش نفسه معاهم وما اداش بالشكل المطلوب، وبقى بيلعب خماسي مع الاعضاء في النادي الاهلي في اهل مدينه نصر، وكان قاعد في السكن وكانت الضغوط كبيره جدا. ما استسلمش وما خدش شنطته ومشي، كان مؤمن اللي هو عنده حاله وحاجه. راح المنتخب مع الكابتن شوقي غريب وراينر سوبل، طلعه وشافه وقال انا عايزه معايا من غير ما بيكون بيشارك بشكل كبير في الناشئين. اثبت نفسه واثبت امكانياته مع توتنهام، وخلاص القصه انتهت والتيشيرت وقع على الارض وكل الناس قالت لك حسام غالي انتهى، يعود الكابتانه من جديد ويقف على رجليه ويثبت انه الاكفأ. في الدوري السعودي وقصه المنشطات يتحدى المعمل اللي قاله ان هو بيتعاطى منشطات، وبيقفل المعمل الماليزي وبيؤكد انه صلب بيقف على رجليه. حسام غالي اللي دموعه سبقته في الملعب من التحديات الكتيره اللي عاشها، لكن هقول لكم سر، الغالي صعب عليه ان مصر تكون في كاس العالم وما يكونش موجود مع المونديال. ما كانش يعني ممكن بأي حال من الحلول إن مصر تبقى في المونديال والكابتانو لسه على ذمة الكورة في الملعب وما يكونش موجود مع المنتخب. هو عنده كبرياء لكن مش غرور. هو عنده كبرياء في حماس بدون الخروج عن النص. هو عنده كبرياء بيرفض يقول حقائق لو اتقالت هتغير مجرى حاجات كتير جدا والقريبين كلهم عارفينها وهو بيمنحهم وبيقول لكل ما حدش يتكلم حاجه في القصه دي. ما طلعش هاجم حد ولا قال لحد ليه وانتوا عملتوا كده وكذا وكذا في واحد مهم جدا جدا في قصه القعده مع المنتخب، وهنقعد في النادي الاهلي لا في مكتب رئيس النادي، غرر بحسام غالي. مش هنقول اسمه دلوقتي لانه ما بقاش موجود في النادي الاهلي، ولكن للاسف في حاجات كتير جدا 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 من كل ده يبقى الكابتانو صاحب القرار المهم، وهو أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. لكن أنا واحد من الناس
كان نفسي احس ان الجهاز الفني للمنتخب المصري على قدر المسؤوليه، مش في تكريم لاعب زي ده، في استحقاق لاعب زي ده انه يكون موجود لعند ما وصلناش لهذه المرحله. ولكن حسام غالي الكابيتانو سبت فراغ كبير. مشهد مهيب جدا جدا ولحظه اعتزال الكابيتانو حسام غالي عندما تحدث في مهرجان تكريمه واتكلم، وكنا قبل المهرجان بنتكلم وبنقول يعني يا ريت تبقى هادي، العواطف الجايشه تهدى شويه. احنا عيطنا قبل حسام غالي، كل اللي في الملعب كله بكى قبل الكابيتانو ما يبكي. موضوع صعب جدا وفيه تأثر، لانه شايف يعني حاجات كتيره جدا صعبه مر بيها كابيتانو، ليه مواقف لا تنسى مع لعيبه النادي الاهلي ومع لعيبه المنتخب و و و و لازم احط نقط حتى لو ما اتكلمتش فيها، حتى لو ما قلتش كواليسها دلوقتي، لكن اكيد هتتقال. الكابيتانو يمكن ظلم نفسه في منتخب مصر وتعرض لموقف حرصا على النادي الاهلي وحرصا على ناديه بدون الدخول في تفاصيل في هذا التوقيت، عشان ما حدش يقول لك انت بتعمل بلبله للمنتخب ومشاكل و و و، لكن هيجي وقت وهيتقال كل حاجه فيه بالتفصيل. ولكن صاحب الامر حتى الان رافض اي حد يبقى عنده معلومه يقولها، والموضوع بالنسبه له انتهى. اللي كان موجود في استاد هزاع بن زايد وشاف الشعبيه والجماهير والهتافات وشاف ان الناس كلها بتتكلم بكلمه واحده بس، ان ده مش وقت لاعتزال. لكن برجع واقول ان هو القادر والوحيد ان ياخد قراره، وما افضل ان تتخذ هذا القرار وانت قاعد على الكرسي الملكي وانت في ايدك تشتغل وانت في ايدك تكمل. وقصه الكابيتانو في القصه دي، الراجل كان ماشي من النادي الاهلي راح الدوري السعودي، خلاص شايف انه ماليش فرصه في النادي الاهلي. وعشان اكون واضح معاك وصريح، ما كانش فيه برضه يعني تمسك من الجهاز الفني انه يكمل. رجع الراجل عشان يختم في النادي الاهلي، اتغير الحال تماما. كان مطلب الجهاز الفني ان الكابيتانو يكمل، ان حسام غالي يكمل، لكن هو كان حسم امره، خلاص قضي الامر. عايز اقول لكم ان من خلال حديث كابتن محمد فضل الشقي بقى والصاحب الجدع والانتيم للكابيتانو، وحكى الكلام ده مع الكابتن شوبير ومعانا في الملعب، وقال نصا في ليله الاعتزال قاعدين مع الكابيتانو في الاوضه وبنتكلم وكذا، ويعني قاعدين معاه كده يعني الامور حلوه ولطيفه، وقال لهم يا جماعه استاذنكم بس سيبونا نام في حاجه. طب انت مضايق؟ قال لهم لا، انتوا ناسين ان انا عندي ماتش بكره. ما بيهزرش كابيتانو، ما بيهزرش، هقعد اتكلم كتير قوي عليه، وهقعد اقول حسام والغالي والكابيتانو عصرته في كل وقته في الملعب، وكنت متابعه وهو بره وهو جوه، والحمد لله كنت قريب منه وشفت قد ايه الراجل ده بيفكر. احيانا كان حماسه زياده كنا بنقول له لا، كنا بنقول له لا، واحيانا كنا بنتعاطف معاه كتير جدا، لكن في الاخر هو كابتن النادي الاهلي. لو تسمعوا المواقف اللي زمايله بيحتاجوها او بيكلموها ويحكوها، هتعرفوا انه لاعب مختلف جدا في تصرفاته، في كلامه، في ادائه، في كل حاجه. ومش كلام انا، ده كلام اللعيبه، كلام نجوم النادي الاهلي. هذكر لكم حاجه وانا معلش هقولها، يعني عشان بعد الثوره كانت في ازمه كبيره جدا، وكان في تخفيض عقود لعيبه وما كانش في فلوس في اي حته، ولا في النادي الاهلي ولا رعاه بتدفع ولا اي حاجه. لعيبه كتيره جدا من النادي الاهلي كانت ظروفها زي اي حد بيتعذر، يعني ما استحملش يشوف اي لاعب في الاهلي عنده مشكله، حل كل المشاكل بدون ذكر، جوز لعيبه، جوازات كانت واقفه على حاجات، كله خلص، كله خلص من نفسه. حاجة بقى جاية مش جاية من نفسه، هو ده حسام غالي، لأن الغالي هيفضل دايما غالي.
طبعا في ناس مش مستوعبه ولا مصدقه، واحنا حتى راجعين على الطياره وبيكلمونا هو اعتزل بجد ومش هيرجع تاني. وخلينا اقول لكم مفاجاه اخرى كمان، ان الكابيتانو الغالي حسام قبل مهرجان اعتزاله باسبوع وب 48 ساعه تحديدا كانت في ضغوط للتراجع عن قرار الاعتزال والاستمرار في الملاعب. انا بقول لكم الكلام ده وانا مسؤول عنه، وانا مسؤول عنه، ويعني ما خدش وده مع نفسه كتير. هو حاسم القرار، وضغوط كبيره جدا لانه كله شايف اولهم الجهاز الفني انه يستحق انه يكمل. اكيد الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي كان ليهم دور كبير جدا، هم ملفوفين بحب بقى وعندهم ماتش مهم في اوغندا امام كامبالا سيتي، والناس كلها بتشارك بحب وبتأدي بحب وروح بقى رائعه لواحد من زمايلهم، لواحد اخوهم، لواحد كلهم عايزين يطلعوه في افضل شكل في يوم تكريمه. مش لعيبه النادي الاهلي ولا الجهاز الفني بس، كمان اعضاء مجلس الاداره اللي صمموا وقرروا يكونوا موجودين جنب حسام ويقفوا معاه ويأكدوا على دوره الكبير، وان لازم يكون لهم دور وتواجد في مهرجان اعتزاله. المباراة خلصت تاني يوم الصبح الساعة 6، البعثة طارت من الامارات على كامبالا. فطبعا اعضاء مجلس الادارة الموجودين كنا موجودين معاهم وسجلنا معاهم كلام عن الغالي وعن لقاء كامبالا. نطلع نشوف تقرير مع الاستاذ ابراهيم الكفرة وعضو مجلس الاداره ونرجع نتواصل. الامارات دوله شقيقه، احنا دايما بنفخر وبنبقى مبسوطين جدا لما بيبقى في اي مهرجان او اي بطوله بتقام على ارض الامارات. ناس محترمه بيقابلونا وبيشيلونا من على الارض شيل دايما ما بنقدرش نوفيهم حقهم، بنشكرهم. وده مبادئ الكلام. مهرجان كابتن حسام هو يعني تعبير عن شكر النادي الاهلي لواحد من ابنائه اللي قدمه كتير على مدى سنوات طويله. رساله بنقول ان اولاد النادي الاهلي اللي تعبوا واللي ساندوا النادي الاهلي واللي ادوا بلا حدود وما استنوش مقابل، احنا دايما بنقدرهم وبنقول لهم شكرا في نهايه مشوارهم، رغم انه صعب علينا جدا ان اعتزال كابتن حسام. كنا نتمنى استمراره فترة تانية، لكن القرار طبعا قراره في الأول وفي الآخر. حسام غالي شخصية مميزة لأنه قائد، وشخصية القائد دي نادرا لما بتلاقيها، مش دايما سهل انك تلاقيها، فعشان كده بيبقى الموضوع صعب جدا لما بتكون بتودع حد من الناس اللي عندها الشخصية القيادية. طبعا ولاد النادي، لكن اللي عندها شخصية قيادية. لكن ان شاء الله كابتن حسام يبقى لي يعني ما يكونش ده طبعا، وعمر ما هيكون ده اخر علاقته بالنادي الاهلي. علاقتنا دايما كابناء النادي الاهلي مستمرة. حسام اعتقد انه هيكون له دور كبير داخل النادي الاهلي في السنوات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في فريق النادي الاهلي وفي جهازه الفني، بنسنده لاخر لحظه. فعلا زي ما حضرتك قلت، مباراه ترجي قدمنا مباراه معقوله جدا وكويسه، حظ كان ضدنا يعني عاندنا كتير. اعتقد ان شاء الله الفرقه مركزه ومصممه، وان شاء الله ربنا مش هيخذلهم باذن الله. اعتقد ان هتبقى فرصتنا كويسه، ويعني هتبقى الطريق للصعود باذن الله. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي طبعا في كامبالا. المباراه يوم الثلاث ان شاء الله، مباراه مهمه جدا ومباراه قويه بعد بدايه والتعادل امام الترجي. على فكره انا مختلف مع ناس كتير بتتكلم ان الاهلي قدام الترجي ما اداش بالشكل المطلوب وفقا للظروف اللي فاتت، وفقا للنتائج الاخيره والغيابات المتاحه. يعني الغيابات المتاحه، يعني انا بتكلم في اجاييه، بتكلم في علي معلول، بتكلم في وليد ازارو، دول اللي هم موجودين معاك في الفرقه وكانوا غايبين، كانت دول يغيروا اي نتيجه موجوده. كمان الاخطاء التحكيميه اللي ما بحبش اتكلم عليها كتير، لكن كانت في هذه المباراه. انا بتكلم في الغاء هدف صحيح 100%،
تكلمش بقى في أي حاجة غير النقاط محددة. إن الأهلي يؤدي بهذا الشكل وبهذا الأداء وخاصة الشوط الثاني أمام الترجي بالأداء الكبير ده والروح العالية وإن نروح للمرمى أكتر مرة، وبقولها لكم تاني وبعدها تاني، البعض كان بيتكلم على الغياب الأداء بعدما غاب عبد الله السعيد، لكن أنا بقول لكم بالأرقام وفقا للأرقام غياب أزارو أكثر تأثيرا من عبد الله السعيد. الأهلي هزم بالأرقام وعبد الله السعيد في الملعب، أزارو مع الأهلي، الأهلي ما تهزمش، أزارو كمان وهو موجود كان بيقدر يخلص، لكن مجمل الأحداث ومجمل الحديث أن النادي الأهلي قدم مباراة رائعة وقوية أمام الترجي، ولما الدنيا بتبقى مزنوقة وقوية لعيبة النادي الأهلي بيأدوا بشكل مميز. الأهلي بمن حضر في المباريات الكبيرة والمهمة، لعيبة النادي الأهلي عارفة قد إيه قيمة هذه المباراة. وخلينا أقول لكم إن بعد ما اتقفلت صفحة الكابيتانو حسام غالي، يعني المباراة خلصت، تكريم حصل، خلصوا، كابتن محمود الخطيب مباشرة من الملعب على أوضة اللبس، خلاص تكريم خلص، الاحتفالية، قفل أوضة اللبس، قعد مع اللعيبة والجهاز الفني، وحديث يعني 25 دقيقة نص ساعة عن المشوار الأفريقي ومباراة كامبال. حديث مهم جدا جدا بهدوء وبعقل، ويعني رسالة مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب اللي مفادها وملخصها لا تنازل عن اللقب الأفريقي بأي شكل، وإن مهما كانت الغياب والتحديات والصعوبات هنأدي، رايحين عشان نكسب، معاكوا جهاز فني محترم، انتوا لعيبه كبيره، انتوا الاهلي، انتوا الاهلي. انا بقول لكم الكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب امتى؟ امتى؟ مجرد خروج اللعيبه من الملعب على اوضه اللبس، كابتن بيبو وراهم على طول جوه الاوضه، قعدوا اتكلموا بهدوء، الواحد اتنين تلاته، رساله مهمه جدا. ومعانا رسائل كتير جدا، وزي ما استمعنا للأستاذ إبراهيم الكفراوي، أكيد الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عنده كلام كتير. تكريم نفسه في حد ذاته إن دي إحياء للعادات القديمة اللي كانت جميلة، في إن نجوم النادي الأهلي وكباتن النادي الأهلي نعمل لهم اللي ليه تاريخ حافل مع النادي، تعمل له مباراة تكريم تليق بيه وبالنادي الأهلي. طبعا كابتن حسام غالي يستحق كده، وفي نفس الوقت دي بتبقى رسالة للأجيال الصغيرة وفيها نوع من الامتداد والتواصل بين الأجيال. فطبيعي النادي الأهلي في ظل برنامجنا اللي كان قبل الانتخابات عائلة الأهلي، فده استكمالا وتطبيق لكل الكلام اللي احنا بنتكلمه يعني. فبلا جدال طبعا كابتن حسام غالي أدى للنادي الأهلي، وفي نفس الوقت زي ما أنت قلت في شخصية النادي الأهلي، فدي اللي هم أولاد النادي الأهلي، أبناء النادي الأهلي. فأي ابن من أبناء النادي الأهلي أعطى للنادي الأهلي، فبالتالي له الحق إن كله يقف جنبه ويتعمل له ماتش تكريم يليق وباسم النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيرعى ابنائه وبيبقى حريص عليهم وبيبقى في تواصل للعطاء في الاجيال يعني. كابتن حسام غالي ربنا يوفقه في مستقبله برضه مع النادي الاهلي ان شاء الله، لو قدر ليه في حاجات معينه ان هو يكون كادر فيها، بحيث ان هو يستمر مشوار العطاء دايما يعني في يعني. قبل كده قلت على كابتن حسام غالي هو برضه من النوعيات اللي هي قلما تتكرر كتير في تواريخ الانديه وفي الرياضه يعني. فبشخصيته وادارته وقيادته وكده، وابن من ابناء النادي الاهلي ان شاء الله له الحق في التكريم الملائم، ويستمر مسلسل العطاء لكل عائلته. بقى لنا فتره الحمد لله في تعاون جامد جدا بين الامارات وبين النادي الاهلي او الرياضه المصريه، وان المباريات بقت تقام هنا عادي، بقى نوع من المعتاد، ما بقتش حاجه غريبه ان يبقى في ماتشات موجوده، سواء الجاليه المصريه استمتعوا بيها او روح الالفه الموجوده مع الاخوه الاماراتيين، فشيء جميل طبعا. برضو بتزيد اواصر المحبه والود مع الشعب الاماراتي الشقيق، وبنحس انها بلدنا زي ما هم بيكونوا موجودين في مصر بالذات بالظبط، بحس ان هم موجودين في بلدهم.
كلام مهم طبعا من الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا وختم التقرير بنقطه مهمه جدا بالدعم الكامل اللي دايما بنشوفه واحنا موجودين في الامارات. الاشقاء في الامارات لا يبخلوا ابدا على النادي الاهلي ولا على الرياضه المصريه ولا على التعاون معانا باي شيء، فعلا بنحس اننا موجودين في بلدنا الثاني. في رسائل كتيره جدا النهارده عن الكابيتانو وكامبالا، كابتن عبد العزيز عبد الشافي عنده رساله وكلام مهم. نطلع فاصل ونسمع ونرجع نتواصل. حسام غالي طبعا شخصيه جميله جدا كانسان، كلاعب كوره يعني سمه الاخلاص متوفره فيه، في صفات كتيره جدا يعني من الصفات ولاد النادي الاهلي، واعتقد ان هو يعني حياته كانت حافله سواء في مصر او خارج مصر او بالنسبه للمنتخبات. حسام شخصيه يعني ليها صفات بارزه جدا، صفه الاخلاص كانت واضحه جدا في كل يعني المواقف بتاعته، يعتمد عليه، انسان بيفرض دايما الشخصيه الانسانيه بتاعته. اعتقد ان هو يعني من الكوادر المستقبليه، لان هو بالشخصيه بتاعته بيفرض نفسه، وفي صفات زي ما بقول كده صفات اللي هي تقود، عنده حته القياده موجوده، وعنده يعني شيء انا بسميه جينات وراثيه لنجوم النادي الاهلي. مش كل نجوم النادي الاهلي لما بيطلعوا بيبقى عندهم هذه الصفات. اتمنى له التوفيق ان شاء الله في حياته المستقبليه، يختار بيها اللي يناسبه يعني. انما ما اعتقدش ان حسام كشخصيه يعني احنا هنسيبه، بمعنى ان اكيد هيبقى ليه دور في النادي الاهلي، لان دي النوعيات اللي هي القليله اللي بالظبط كده يعني بنقدر ان احنا نحس انها يعتمد عليها ان شاء الله. لعيبه النادي اللي عندها ما يكفيها من الخبرات، الجهاز الفني والاداري عنده برضو ايضا خبراته اللي يقدر يتعامل بيها مع الموقف. المباراه طبعا مهمه جدا لانها يعني ممكن تخرجنا من ظروف معينه احنا موجودين فيها، وهتساعدنا اكتر ان البدايه بتاعت الموسم اللي هي ممكن تكون نهايه يعني بصرف النظر عن مباراه النادي المصري، انما هتبقى اخر مباراه لينا في الوقت الحالي بالنسبه لافريقيا. هنخش بقى بعد كده هيكون برضو ظروف الفرقه، اصابات ان شاء الله تكون خفت، اذا كان في دعم هيكون ظهر، فالرؤيه هتبقى مختلفه. فالمباراه دي هيبقى ليها دور مهم قوي في تبسيط وتيسير الامور في القادم باذن الله تعالى. ولاعبتنا ان شاء الله يعني عندها ما يكفيها من الخبرات والقدره والرغبه والاراده ان شاء الله، ان هم يخلوهم يعني يقدموا مباراه كويسه ويخرجونا من الموقف اللي احنا فيه. استعدادات مهمة جدا بيجري فريق النادي الاهلي النهارده بعد المران الاول والعودة الى طبعا فندق الاقامة. المران كان على ملاعب المدرسة الانجليزية في اوغندا وتحديدا في كامبالا، ورجعوا في استشفاء. طبعا كابتن اليس الشعلاني عمل استشفاء النهارده للاعب الفرقة طبعا من السفر والاجهاد علشان يكونوا اللاعبين جاهزين بالشكل الامثل. طبعا حرص اللاعبون على اداء التدريبات الاستشفائيه تحت قياده التونسي انيس الشعلالي. اكيد لازم نروح لاوغندا ولازم نستقبل تليفون مهم جدا علشان نعرف كل التفاصيل وكل الاجواء في اوغندا. عشان كده معانا على التليفون مراسلنا كريم احمد من اوغندا. كريم مساء الفل عليك. تحياتي ليك يا زميلي ايهاب، وتحياتي طبعا لكل مشاهدي قناه الاهلي. الاخبار طمنا عليك وعلى البعثه والتدريبات النهارده وطبعا اليوم الاول واليوم الثاني، وازاي الفريق بيستعد للمباراه الهامه؟ اطمنك يا زميلي ايهاب، الامور هنا يمكن بتسير على اكمل وجه، الامور مطمئنه بشكل كبير
منذ وصولنا الى مطار انتيبي يمكن كان في تجهيزات كبيره جدا من السفاره المصريه هنا وتنسيق كبير مع المهندس خالد المرتجي رئيس الباسا وايضا كمان الكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي. الحقيقه بيقوموا بدور كبير جدا لتذليل كافه الصعوبات اللي ممكن تواجه فريق النادي الاهلي. فندق الاقامه تم اختياره بشكل مميز جدا بالفعل في الفندق مميز بيسهل بشكل جديد زي ما قلنا بكده الامور الخاصه بالفريق ما يبقاش في تركيز الا في الفنيات والثقافه الى غيره ودي حاجه رائعه طبعا بتساعد اللاعبين والجهاز الفني بشكل كبير على التركيز في التدريبات. النهارده زي ما انت قلت فعلا اليوم الاول لتدريب النادي الاهلي على احد الملاعب اللي هي مدارس البريطانيه هنا في العاصمه كامبالا. كان اعطى الكابتن حسام البدري امس راحه بعد رحله طبعا الشاقه من دبي الى اوغندا. كابتن حسام كان قرار صائب ان هو طبعا يريح اللاعبين لانه الطياره طبعا زي ما قلنا صعب شويه المجهود كبير سفر الى دبي ثم بعد كده اوغندا. يمكن انت زي ما كنت موجود كمان في مباراه الزمالك كابتن حسام جالي وشفت طبعا يمكن التوقيت والسفر من دبي. انا عايز احييك يا كريم على عايز احييك على الشغل المميز جدا اللي انت عملته طبعا في مهرجان الكابتن واللي طبعا بنعرضه على قناة النادي الأهلي في مجهود كبير جدا وفي تقارير مميزة جدا على مدار اليوم والبرامج وبشكرك وبشكر كل فريق العمل. بشكرك زميلي إيهاب وكلنا طبعا في حب كابتننا كابتن حسام مغالي أكيد طبعا هنفتقده بشكل كبير لكن منتظرين إن شاء الله خلال الفترة القادمة يكون في منصب مميز داخل النادي الأهلي. أرجع معاك كمان لمباراة الأهلي وكامبالا وهي المباراة الأهم والأقوى إن شاء الله في كأس النادي الأهلي في مشواره القادم. منذ لحظات عايز أختم معاك إن كابتن حسام البدري اختتم بعد العشاء محاضرة فيديو كانت هامة جدا للنادي الأهلي كان فيها تركيز كبير على مباراتين هنا في الدوري وأيضا كمان المباراة الأخيرة لفريق كامبالا. الكابتن حسام بيدرس بشكل كبير ومهيئ اللعيبة بشكل كبير وعايز أقول لك هنا في تركيز كبير جدا في معسكر فريق للنادي الأهلي. منذ وصلنا إلى المطار اللعيبة فصلت بشكل تام عن المباراة الودية وعن المباراة الرسمية وهي مباراة كامبالا رغم الظروف اللي بتقابل النادي الأهلي من إصابات ومن عدم لاعبين كانوا متواجدين في مباراة اياكس الهولندي فقدان طبعا علي معلول وكريم نيدفيد بجانب اجاي ووليد ازارو. لكن الشيء المطمئن كمان اللي انا عايز اطمئن بيه كل جمهور النادي الاهلي النهارده شفنا عنده السوليه بيأدي بكل قوه في التدريبات الجماعيه وايضا شارك في التقسيمه النهارده. عمرو السوليه كان عنده طبعا ايه شد في العضله الاماميه اشتكى منه طبعا وغاب على اثرها خلال الفتره الماضيه لكن في فرصه كبيره ان شاء الله لعمرو السوليه يكون متواجد في التشكيل الاساسي او يكون على دكه البدلاء. النهارده كمان الكابتن حسام كان مركز بشكل كبير على بعض التقارير البدنيه مع ان في الشعلالي 25 دقيقه حاول فيها كابتن حسام يستعيد اللاعبين طبعا ليه الاجواء هنا صعبه شويه الرطوبه هنا 85% ممكن يبقى لها تاثير شويه على لعيبه النادي الاهلي لكن عارف ان احنا متعودين ولعيبه النادي الاهلي متعوده على هذه الاجواء. لكن الكابتن حسام بيحاول ان هو طبعا يتدرب في ميعاد المباراه اللي هو هيكون الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره الرابعه عصرا بتوقيت كامبالا. الملعب اللي هيتمرن عليه النهارده قريب شويه نجلته من ملعب مانديلا اللي هيقام عليه المباراه. طبعا ملعب مانديلا الوطني ملعب مانديلا الوطني ده اللي هيستضيف اللقاء. بالظبط زميل ايهاب ملعب مانديلا الوطني ده في احد المناطق تسمى نامبولي هنا في معسكر كامبالا والملعب بيسع 42,000 مشجع. لكن الحاجه كمان الكويسه في صالح النادي الاهلي ان احنا من خلال استفسارنا من اعضاء السفاره ومن السفير كمان بشكل شخصي قال يمكن المباراه في نص الاسبوع كمان التذكره يمكن غاليه شويه حاولنا نعرف رقمها لكن ما حاولناش نعرف الرقم بالظبط قال فمش هيبقى في جمهور كتير او مش هيبقى في جمهور بشكل كبير يكون متواجد في المباراه. انت عارف ان لعيبه الاهلي ما بتفرقش معاهم حته الحضور الجماهيري هم متعودين على الحاجات دي. ده كان ردي عليه بالفعل وانا بسجل معاهم كل جمهور النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي عندها هدف واحد وهو العوده ان شاء الله من اوغندا بثلاث نقاط امنين جدا في مشوار النادي الاهلي. اختتم الكابتن حسام التدريب مع انيس الشعلاري مع الكابتن محمد ابو العيله وبعض التدريبات اللي استشفى كان في مخطف ثلج النهارده كمان فور وصولنا الى فندق الاقامه. الامور ماشيه بشكل طيب جدا. غدا باذن الله هيكون في المؤتمر الخاص بمباراه الاهلي وكامبالا تيجي الساعه 3 عصرا بتوقيت اوغندا في ملعب مانديلا اللي هيقام عليه التدريب الثاني على هذا الملعب. هيكون التدريب الاول للنادي الاهلي والتدريب الثاني هنا في اوغندا. ان شاء الله الكابتن حسام يكون في معاينه الملعب بشكل كبير لسه ما شفناش الملعب زميل ايهاب لكن بيقول ان ارضيه الملعب مجلتها قصيره شويه مفيش مطبات كتير لكن لابد طبعا ان احنا طبعا رؤيه الملعب وكابتن حسام يشوف الملعب بشكل النهارده غدا ان شاء الله بشكل خاص وان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي في هذه المباراه. يسبق المؤتمر للكابتن حسام المؤتمر الخاص بفريق كامبالا اللي هيحضره طبعا المدير الفني مستر مايك ده اللي هيكون الساعه 2 يخلص الساعه 2:30 يدخل بعديه النادي الاهلي ان شاء الله مع كابتن حسام البدري وكابتن طلعت حفيظ
الى المؤتمر الصحفي. الامور زي ما بقول لك مطمئنه، الامور ماشيه بشكل جيد، ينقص ان شاء الله يكون يوم المباراه يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله يكون الجو مظبوط، لان الجو هنا زي ما بقول لك الصبح بيبقى حر بالليل بيبقى برد، لكن الرطوبه هي اللي بتبقى مؤثره شويه. بنتمنى ان شاء الله يكون يوم المباراه الجو العام مهيئ ان شاء الله للنادي الاهلي ليؤدي اداء اكثر من رائع باذن الله تاني بيها. ان شاء الله يكون يوم مميز جدا، وانت مدتنا طبعا بتفاصيل بشكرك عليها مفصله، لكن عندي تصريح للدكتور خالد محمود بيؤكد على جاهزيه صلاح محسن وانه جاهز لمواجهه كامبالا. بالفعل زميلي ايهاب بنأكد على صلاح محسن ايضا، النهارده كان ظهر بشكل رائع وكان بيحيي النهارده الكابتن حسام، اشترك في اكثر من كوره، جاهز بشكل كبير هو وعمرو السولية. النهارده كنا مركزين معاهم بشكل كبير ان احنا نشوف حالتهم البدنيه وحالتهم الفنيه، النهارده بدوا اشاره كبيره جدا ان هم ان شاء الله جاهزين، ويبقى طبعا الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري بالدفع بصلاح او عمرو السولية او ابقائهم على دكه البدلاء، لكن كل اللعيبه عندها تركيز كبير جدا زميلي ايهاب، وده اللي بنأكد عليه كل جمهور النادي الاهلي، مباراه هتكون ان شاء الله من نصيب النادي الاهلي، وده اللي احنا لامسينه من معسكر فريق النادي الاهلي هنا في كامبالا. كريم، اكيد لاعبي النادي الاهلي واللاعبين متابعين ما يحدث، طبعا اعلان قائمه المنتخب، عدد من لعيبه كبير من النادي الاهلي موجود وعدد اخر كان نفسه يكون موجود، هل في رد فعل على اعلان القائمه من اللاعبين، خاصه اننا في اثنين حراس مرمى كابتن محمد شناوي وكابتن شريف اكرامي، في عدد من اللعيبه، وفي البعض اللي كان يمني نفسه بسبب مستواه العالي زي السولية وعدد من اللعيبه مش موجودين في القائمه، فهل في ردود افعال حول هذا الشان؟ والله يا زميلي ايهاب يمكن ردود الافعال للعيبه اللي اختيرت للمنتخب ده يمكن باين على وجوههم كلهم طبعا ان في سعاده كبيره طبعا لتواجدهم في المنتخب، لكن عايز اقول لك برضه ان في التركيز الخاص بمباراه كامبالا، لكن واضح الرضا على بعض اللعيبه طبعا اللي متواجده في القائمه. طبعا في لعيبه كتير كنا بنتمنى تكون متواجده في المنتخب، لكن دي رؤيه فنيه مستر كوبر، ما اقدرش اقول لك ان اللعيبه مستائه او بعض اللعيبه متضايقه، لكن ده اكيد يمكن باكد لك، لكن مش واضح واضح على وجوه اللعيبه، لكن في بعض اللعيبه طبعا كانت بتتمنى ان هي ظاهره بشكل مميز جدا وبتادي اداء رائع جدا سواء في بطوله الدوري او في بطوله الكاس، لكن دي طبعا بتبقى رؤيه فنيه لمستر كوبر، لكن بقول لك اللعيبه النهارده اللي كانت تم اختيارها في المنتخب سواء شيء اكرامي او الشناوي او سعد يمكن باين على وجوه النهارده الرضا، وبنتمنى طبعا من كل لعيبه النادي الاهلي المتواجده في المنتخب وايضا كمان اللي لم يحالفهم الحظ يكونوا متواجدين خلال الفتره القادمه زي الاياب. عمرو السولية النهارده شارك في التدريبات وانتظم، طبعا هو كان يعني في الامارات بيتدرب شويه ولكن النهارده وكمان كان ختم التمرين او اختتم التمرين بتقسيمه في منتصف الملعب، قسم الفريق يمكن فريقين، استشفينا يمكن نقدر نقول استشفينا بعض العناصر اللي ممكن تكون متواجده، مش عايزين طبعا نظلم بكده، لكن الكابتن حسام حاول ان هو طبعا يخفي النهارده ملامح التكتيك، لان النهارده كان في الاعلام الاوغندي متواجد النهارده ياخد بعض اللقطات، سمح له النهارده الكابتن حسام ان هو ياخد ربع ساعه من المران، لكن اقدر اقول لك يمكن الكابتن حسام النهارده محمد هاني مع حمد مجيد سعد سمير صبر الرحيم في خط الظهر، شوف النهارده احمد فتحي وحسام عاشور في المنتصف على اليمين، زكماني على الشمال وليد على الشمال اسلام محارب وليد سليمان ومروان محسن، نقدر نقول ان دي يمكن اقرب جدا بطريقه بنسبه كبيره جدا ان لم يكن تغيير او تغييرين على الاقل في هذه التشكيله، لكن دي التشكيله الاقرب ان احنا النهارده شفناها من خلال التدريبات ومن خلال التقسيمه اللي اختتم بها النهارده الكابتن حسام البدري المران الاول لفريق النادي الاهلي. طبعا زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي في كامبالا، بشكرك على تقرير واضح جدا ووضحت فيه كل النقاط، وبشكرك على دائما على شغلك المميز انت طبعا ومجموعه العمل. جدا زميلي ايهاب ودائما موفق باذن الله. شكرا يا كريم. اكيد كريم حطينا عدد من النقاط، تتكلم على التمرين وتتكلم على الجاهزيه وتتكلم على ان الكابتن حسام النهارده عمل تمرينه قويه مميزه، كابتن صلاح محسن اموره تمام في الملعب وفقا للدكتور خالد محمود ونزل وشارك، كمان السولية بيشارك مع الفريق، الفريق جاهز بشكل كويس، الحماس اللي موجود، وقلت لكم كلمه كابتن محمود الخطيب قبل ما يسافروا في غرف خلع الملابس بملعب هزاع بن زايد طبعا في العين في الامارات، وطبعا في حماس باين وفي كلام باين وفي تجهيز مهم جدا لهذه المباراه الهامه جدا. تعالوا نشوف بسرعه تقرير عن اللقاء ونرجع نتواصل. عمرو
عصر الثلاثاء القادم تتجه كافة أنظار الأهلوية نحو العاصمة الأوغندية كامبالا، حيث مباراة الأهلي نادي القرن في إفريقيا ونظيره كامبالا سيتي في الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. يسعى الأهلي بكل قوته للحصول على نقاط المباراة الثلاث والمهمة في مشواره نحو الأميرة السمراء، وذلك بعد التعادل أمام الترجي التونسي في افتتاح مباريات المجموعة بملعب برج العرب، في الوقت الذي خسر فيه كامبالا سيتي خارج ملعبه بهدف نظيف أمام توانشي برولارز البوتسواني الذي يحتل حاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ثم يأتي الأهلي وصيفا والترجي ثالثا وأخيرا كامبالا سيتي الأوغندي. تعد مباراة الأهلي وكامبالا هي أول مباراة في تاريخ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا تقام في أوغندا، حيث لم يسبق لأي فريق أوغندي اللاعب في الأدوار المتقدمة من البطولة على الإطلاق. هو ما دفع نادي كامبالا سيتي إلى فتح أبواب ملعبه مجانا أمام طلاب المدارس لمؤازرة الفريق أمام الأهلي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في القارة السمراء. الأهلي يبدو جاهزا ومتحفزا لتلك المواجهة المهمة، خاصة بعد الاستعداد الرائع أمام أياكس الهولندي في مباراة اعتزال حسام غالي، حيث أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة بطل أوغندا التي ضمت كل من شريف إكرامي، محمد الشناوي، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد حمودي، باكا، ميدو جابر، مروان محسن، صبري رحيل، حسام عاشور، أحمد حمدي، صلاح محسن، باسم علي، وإسلام محارب. ولا يتبقى سوى التركيز والتوفيق لإسعاد الجماهير من جديد. طبعا مباراة مهمة جدا، وزي ما بقول لكم وزي ما طمنا زميلنا كريم احمد الاستعدادات على قدم وساق، اكيد كل الشكر لطبعا سفارتنا وسفيرنا في اوغندا على مجهود كبير جدا، وطبعا اكيد كابتن سمير عادل وكابتن سارة عبد الحفيظ عاملين مجهود كبير جدا، وما ننساش ان رئيس البعثة طبعا المهندس خالد مرتجي. المهندس خالد مرتجي عنده خبرات كبيرة جدا في التعامل في المواقف دي والتواجد، واكيد له دور كبير جدا جدا مع بعثة النادي الاهلي. نقاط سريعة حابب اتكلم فيها كده وفقا للاجواء اللي احنا متعايشين فيها والظروف اللي موجودة في الوسط الرياضي، وده هيكون محور حديثي مع الاستاذ خالد تريبي في الفقرة الثانية، وهيكون معاه الفقرة الاولى طبعا كابتننا الكبير الكابتن احمد ابو مسلم. في مسرحية هزلية بتعرض على شاشات الوسط الرياضي المصري، عنوانها نهائي كاس مصر. احاديث وكلام كتير من هنا ومن هنا، هنلعب هننسحب لا كذا، عايزين اجنبي عايزين مصري. فيلم قديم وهابط ومسلسل لا يستحق الاستمرار، لان انا بقول لكم اهو، وهذا الكلام انا بقوله بشكل شخصي، ان المباراه في ميعادها محدش هينسحب، فرقتين هيكونوا موجودين في الملعب، حكم مصري، مفيش اي حاجه، والدنيا هتمشي في مباراه كره قدم عاديه، وما كان الداعي للموجه اللي حصلت دي ولا اتحاد الكره. يعني هي نقطه بسيطه واحده، يعني ان اتحاد الكره يقول ان في حكم اجنبي وبعدين يتراجع، وبعدين ايه القصه ما في حكم اجنبي؟ يعني ايه القصه؟ يعني ايه قصه ان يكون في حكم اجنبي؟ ايه المشكله؟ وطالما انت كاتحاد كره وافقت، ايه المشكله؟ وليه القصه دي كلها؟ لكن في الاخر بقول لكم كله هيشارك وكله هيبقى موجود ومفيش حد هينسحب. يعني لسه من ساعه او حاجه في نادي الزمالك بيتكلموا على الانسحاب، او لسه الزمالك بيتكلم على الانسحاب، وان هو مش عايز. في اتنين طبعا حكام مرشحين، كابتن محمد فاروق وكابتن محمد معروف، وكان طبعا كابتن محمد الصباحي مرشح، لكن هم الاقرب كابتن محمد فاروق وكابتن محمد معروف. نادي الزمالك قال لك مش عايزين محمد فاروق، احنا مش عايزين محمد فاروق، رغم ان كل الناس لما تيجي تتكلم تقول لك ان نتائج نادي الزمالك كويسه مع الكابتن محمد فاروق، وده ليس تقليلا من الحكم لكنه حكم مميز جدا، لكن النهارده كل واحد بيضغط على التحكيم زي ما هو عايز. يا ريت بيضغط على التحكيم بس بالتصريحات العاديه، لا ده في المباراه بالصوت العالي وزي ما انت عايز،
والفاظ والكاميرا بتجيب كل حاجه وكله عامل نفسه مش شايف، وفي الاخر يقول لك الحكم الضحيه. طب ما تشوف الحكم بتاعك ضحيه مين. اما انت ما بتعرفش تحمي الحكم بتاعك من اللي بيحصل له في الملعب وترجع تقول لك هدي الحكم مصر وهدي له مسؤوليه، ما انت مضحي بيه، ما الناس عماله تقول لك عايزينه ومش عايزينه، وتعلن اسم الناس تعترض والناس تقول لك طب ما ده بيهدد بالانسحاب، ما انا كمان هدد بالانسحاب. ايه يا جماعه؟ لازم يبقى في نظام اكتر من كده وسيستم. هل الانديه دي معاها حق انها تتكلم على التحكيم؟ هل معاها حق ان التحكيم مش كويس؟ التحكيم كويس؟ طب ايه اللي بيحصل؟ هل دي الضغوط الحكم اللي هينزل هيبقى متاثر؟ لان الفرقه فرقه من اللي مشاركه سموحه بتقول لك مش عايز تحكيم مصري خالص، وفرقه اخرى الزمالك قالت لك مش عايزه محمد فاروق. كله بيضغط، مين في الاخر هيحاسب على الفاتوره؟ هو الحكم ده مش بشر؟ مش متابع اللي بيحصل؟ مش كل حاجه بتتوصل له؟ مش كل حاجه بتوصل له؟ هل هيبقى عنده القدره للثبات في هذه المباراه؟ انا واثق في الحكام المصريين وكل حاجه وبتاع، لكن ده اتحاد الكوره ما قدرش يخلي حكم مصري اللي هو جهاد جريش اللي هيحكم كاس عالم يحكم اهلي وزمالك. ما قدرش. عايز اقول لكم ان المسرحيه الهزليه دي في الاخر الاثنين اللي عاملينها بيكلموا بعض في التليفون عادي خالص، وكان بينهم مكالمه النهارده الفجر بيقول له لازم تقول عليا كذا ان انا كبرت وماسك اللجنه الرياضيه في مجلس الشعب وسن كبير. قال له طلعت كده. في حواديت كتير جدا، لكن في النهايه واضحه انها مسرحيه هزليه، ونهايه الستار هتكون المباراه في موعدها وفي مكانها وبحكام مصريين، محدش هينسحب او محدش هيقدر ينسحب. عندي كمان نقطه مهمه جدا. النقطه دي في اختيارات المنتخب. انا اكتر واحد بشيد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، لان معيار اشادتي باي جهاز فني او لعيب حاجه ما بتكذبش، الارقام. اذا وجدت الارقام انتهى كل شيء، والارقام ما بتكذبش، النتائج ما بتكذبش، الاهداف ما بتكذبش، التاهل لكاس العالم ما بيكذبش، التاهل لنهائي البطوله الافريقيه في الجابون ما بيكذبش. ولكن اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده هيكتور كوبر عامله مشاكل كتيره جدا. من حقهم يختاروا اللي هم عايزين، ومن حقهم يختاروا القايمه اللي شايفينها من وجهه نظرهم الانسب. لكن لو شفنا معسكر مارس في مباراه البرتغال واليونان، قلت لكم بالنص كده، تحس ان مباراه اليونان اتحط فيها المجموعه البدلاء وركبوا اتوبيس ونزلوا منزل، دور ومفيش فرامل، دب حادثه اطلع. ازاي تفهمني ان لاعب زي حسين الشحات مش موجود في اختيارات هيكتور كوبر؟ مش عارف افهمها. ازاي تفهمني ان لاعب موجود من شهر واحد في الدوري الاماراتي ودوري محترم وقوي وبياخد افضل لاعب ومعاه في الفرقه نجم كبير اسمه عموري، افضل لاعب في الدوري اسيا او في بطولات اسيا، والنهارده مش موجود؟ ما اديتوش انت لحقت تحكم عليه في مباراه اليونان؟ خلاص هو شفته كويس قوي؟ انت حبيت تشيل الحرج عن نفسك وجبته عشان يأدي شويه وتقول عليه انه لا هذا لا يصلح؟ هو انت مش متابعه في الدوري الاماراتي؟ هو انت مش شايف الاداء بتاعه ونتائجه؟ هو انت مش شايف قد ايه لعيب اكتسب الخبرات دي كلها وقد ايه اتظلم هو موجود في المقصة وما اتخدش؟ ولما اخد احسن لاعب في الدوري الاماراتي انت مش واخده خالص؟ هي المجموعة الثابتة اللي من الاول ناس بتعمل مقارنة بينه وبين شيكابالا، ان واحد فرقته هتنزل مثلا درجة تانية وواحد خد احسن لاعب، مش ده محور حديثنا. انما الناس شايفة والمتابعين شايفين والمسؤولية كبيرة على هيكتور كوبر والجهاز الفني، لكن اكيد لحق الاختيار تماما، والانصاف كانت نتائجه مميزه جدا. ومعلومه على السريع وعلى الهامش، كلنا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري، ولكن انا بقول لكم بعد كاس العالم
هكتور كوبر مش موجود مع المنتخب المصري، وده برغبه الاثنين على فكره، رغبه اتحاد الكوره ورغبه المدير الفني. المدير الفني اللي هو قاعد مع المجموعه بتاعته بيتكلم صعب يا جماعه نحقق الانجازات تاني، انت يبقى مطلوب منك توصل كاس عالم لانك وصلت، وانت وصلت لنهائي افريقيا و و و يعني شايفين مشوار هيبقى صعب عليهم. وفي نفس الوقت ما هو المشوار هيبقى صعب لان في عروض اخرى خليجيه، بعض الانديه الخليجيه والجهاز بالكامل، الجهاز بالكامل، فبالتالي مش فارقه هنجدد ولا لا، لكن طبعا عايزين يعملوا حاجه مع المنتخب ده اكيد. هم من وجهه نظرهم شايفين المنتخب دي الاختيارات المثلى، يعني من وجهه نظرهم، وهم اكيد عندهم رؤيه، لكن مش كل الاختيارات. يعني تقول لي حسام عاشور بره، تقول لي السوليه بره، تقول لي مؤمن زكريا بره، تقول لي حسين الشحاب بره، حاجات يعني تخليك تتراجع. عدد من اللاعبين اللي انضموا مميزين جدا، انا مش هتكلم في اي واحد انضم، اي لعيب انضم لمنتخب مصر والجهاز ضمه اكيد يستحق، لكن ايه المعيار؟ ايه المعيار؟ هقول لكم بعض الكواليس كده من جوه المنتخب، وتحديدا عن عمرو جمال والسوليه. كوبر بيتنقل له كل كبيره وصغيره، تخيلوا ان ما نقل لكوبر ان عمرو جمال في بعض تصريحاته قال ان طريقه الجهاز الفني لا تحترم المهاجمين، ان الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها هيكتور كوبر بتقلل من المهاجمين وبتبقى المهاجمين ما بيقوموش بالشكل الكبير لان بنلعب كره دفاعيه، تصريح عادي جدا. اتنقل لهيكتور كوبر ازاي؟ بشكل مش بهذا التحديد، يعني اتنقل للراجل اللي هو بيهجم عليك وبيقول لك كذا كذا كذا. لذلك قال لك خلاص ده مش بيأدي كويس، ده انت كنت يا مستر كوبر بتاخده لما بيكون احتياطي عمرو. وإذا كان لعب في الدوري الفنلندي أعتقد إن دي كانت مشورة الجهاز الفني. اللي قالوا له أنت مش هتاخد حظك لو رجعت على النادي الأهلي في هذا التوقيت في ظل وجود أزارو. وكانت نصيحة الجهاز الفني لعمرو إن يشوف حتة، وهم دايما بينصحوا في فنلندا. هم دايما بينصحوا في فنلندا، حتى مع عبد الله السعيد في فنلندا برضه. هي كلمة سر عندهم في فنلندا. ماشي. السولية. قال لك إن السولية قال في إحدى التصريحات على عدم اختياره المرة اللي فاتت في معسكر مارس، قال حسبي الله ونعم الوكيل. هل انت سمعت السولية قال كده؟ هل كل ما يكتب فعلا موجود؟ انا بقول لكم كواليس يا جماعة، انا بقول لكم كواليس من جوه الجهاز الفني لمنتخب مصر. ده سبب عدم الاعتماد بشكل كبير على السولية، او ان الناس دي بتهاجمنا ما ناخدهوش خلاص طالما بيهاجمنا. مين اللي بيوصل لهيكتور كوبر؟ ما هم معروفين. بتوصل له كده ليه؟ عشان تضم لاعب في نفس المركز في اي نادي تاني، معروفه برضه. طيب انت متاكد من التصريحات دي؟ التصريحات دي سليمه؟ باينه. ليه بتاخد اللي انت عايز تاخده كده على السريع وبالشكل اللي انت عايزه؟ اعتقد ان الاسلوب في الاختيار يحتاج وقفه. ده منتخب مصر، بندعم الجهاز الفني لمنتخب مصر، وبقول لكم الارقام راجل بتاع ارقام، الارقام تؤيد وتدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر. واكيد اختياراتهم من وجهه نظرهم صائبه، لكن في بعض الامور لازم تكون اوضح ويكون فيها امانه اكثر. النقطه المضيئه، النقطة المضيئة بقت نقطة واضحة جدا. مصر فرعنا أهرامات تاريخ حضارة نيل محمد صلاح. محمد صلاح لازم ياخد حقه وياخد وضعه. إعجاز بكل ما تحمله كلمة إعجاز. إنجاز بكل ما تحمله كلمة إنجاز. لاعب ولا أروع. تخيلوا النجم المصري اللي موجود قدامكم ده بيحصد في موسم واحد هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البريمير ليج من رابطة المحترفين لإدارة الدوري،
ومن المعلنين ومن نقاد الرياضيين هداف التاريخي مش ليفربول بس، ده للدوري الانجليزي من سنة 92 بعد ما بقى بنظام ال 38 جولة. محمد صلاح اللي مش رافع راس بلده ورافع، يا جماعة اكتبوا سيرش كده عن كلمة نجريج بلد محمد صلاح، هتلاقوها مكتوبة في أكبر المواقع والصحف العالمية. محمد صلاح مش وصل بمصر بس العالمية، وصل نجريج والرسالة واضحة. هذا اللاعب اللي بندعي له كلنا انه يحافظ على مستواه ويتألق، وهو يستحق دعوات كل المصريين. 104 مليون الدلاعي يا مكة، وافرحي وافتخري ببابا، وافتخري ان باباك هو محمد صلاح. ولما تكبري هتعرفي معنى اللقطة دي كويس قوي، وحرصه انك تكوني موجودة معاه ومامتك تكون واقفة بره وموجودة في الكادر، وانك تستحوذي على اهتمام المصور الانجليزي والمخرج الانجليزي ان يركز معاك بالشكل ده، لانك بنت محمد صلاح وتستحقي. الناس دي عارفة بتعمل ايه وبتقدر ايه، لكن اللي عارف بيعمل ايه هو محمد صلاح. محمد صلاح اللي راح تشيلسي في تجربة مهمة جدا ما خدش الفرصة، عرف يختار الشكل والطريقة اللي يرجع بيها. راح الدوري الإيطالي، فورنتينا، روما، رجع على ليفربول بيأدي موسم ولا أروع، موسم كله إنجازات، ربنا يحميك. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. ربنا يحميك يا محمد يا صلاح، ربنا يحميك، خلي لك مكة ويحافظ عليك وعلى أسرتك. ودايما دايما مفرح كل المصريين وعامل حالة، ويا سلام بقى وهو بيحتفل ويمسك علم مصر وبيلف بعلم مصر الملعب كله. يعني شوفوا الفخر اللي احنا فيه، شوفوا السعادة اللي احنا فيها، شوفوا الحماس اللي عند الواحد وهو بيتكلم. أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، هداف الدوري الإنجليزي، أرقام لم تتحقق في الدوري الإنجليزي من سنة 92 يحققها اللاعب المصري المعجزة محمد صلاح. كل اللي شككوا فيه، محمد صلاح بيقول لكم كلمة واحدة، شكرين، شكرا. رأيكم خليه معاكم وأنا مركز في الملعب، مستنيين منك الكتير. يوم 26/5 على ملعب كيف، ونهائي دوري الأبطال، أكيد التاريخ هيكون على موعد معاك، ومستنيين منك الأكتر مع المنتخب المصري في المونديال الروسي. كلنا بنفخر وأنا على شاشة قناة الأهلي المصري، ومن خلال نافذة النادي الأهلي، ومن خلال إن مواطن مصري وإعلامي مصري، لازم ندي التحية لمحمد صلاح بالشكل اللي يستحقه. هذا الرجل اللي قدر يثبت لأي شاب مصري مهما كانت إمكانياته، هذا الشاب واللاعب اللي تعرض لكل المواقف اللي تخطر لك على بال، راح للقمة فجأة تشيلسي، لا انت ما تنفعش ارجع ولف تاني، اقف على رجلي وارجع واثبت نفسي وابقى محط الانظار ومحطم كل الارقام القياسية. فعلا هو ده محمد صلاح، طاقة امل وطاقة نور وطاقة ادرينالين من السعادة لكل المصريين. قل اعوذ برب الفلق وربنا يحميك، وكان لازم اشيد واقول لمحمد صلاح مبروك مبروك مليون مبروك. هاخد فاصل سريع وارجع ابدا باولى فقراتنا النهارده في الاهلي في كل مكان، والكابتن احمد ابو مسلم. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي في كل مكان. بعد فقره انترو مميزه جدا، اكيد عندنا حوار مهم جدا، عندنا فقرتين،
فقرة مع نجم موجود قدامي دلوقتي هقدمه، فقرة تانية مع نقدنا الكبير الأستاذ خالد الإتربي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق. هنتكلم في كل الأحداث وفي كل الموضوعات اللي موجودة في الوسط الرياضي، وكمان هو كان موجود معنا في مهرجان اعتزال الكابتن. يبقى الحديث عن نجمي الآن، واحد من أبناء النادي الأهلي المميزين جدا، واحد من لاعبي كرة القدم المصريين أصحاب اللمسة والمهارة والتواجد، واحد من كان لهم أثرا في أداء ونتائج النادي الأهلي، وخاض تجارب احتراف وليه مسيرة كبيرة جدا جدا مع النادي الأهلي. فخامة الاسم تكفي، أحمد أبو مسلم، مشرفنا ومنورنا يا كابتن. ربنا يخليك استاذ ابو، متشكر طبعا على المقدمه الجميله دي. طبعا ده انا عايزك تشكرنا بعد ما نشوف التقرير، لان فريق الاعداد عامل تقرير مميز جدا عن الكابتن احمد ابو مسلم. نتابع ونرجع نتواصل. عام 89 انضم الطفل الصغير أحمد أبو مسلم لصفوف قطاع الناشئين بالأهلي. لم يكن وقتها تخطى عامه الثامن، لكن عشق أسرته للفانيلة الحمراء دفعه إلى هناك. استمر الطفل الصغير الموهوب بقطاع الناشئين حتى وصل لعامه الرابع عشر، تدرب مع عدد كبير من المدربين مثل شطة وخالد جدلة، قبل أن يرحل لفريق مزارع دينا محققا نجاحا كبيرا ساهم في انضمامه لصفوف منتخب مصر للشباب. هنا كانت البداية الحقيقية له بعد التألق اللافت لكل نجوم الفريق، حيث حقق أبو مسلم ورفاقه أكبر إنجاز دولي للكرة المصرية بالحصول على الميدالية البرونزية في مونديال الشباب بالأرجنتين. بعد المونديال أصبح أبو مسلم أشهر ظهير أيسر في مصر، فانضم للأهلي عام 2001. نال شرف المشاركة في مباراة القرن أمام ريال مدريد، هي المباراة التي لا ينساها أبو مسلم على الإطلاق. استمر النجم الموهوب بصفوف الأهلي حتى عام 2006 محققا 12 بطولة متنوعة، قبل أن يحقق حلما جديدا بالاحتراف الخارجي، حيث انتقل لستراسبورغ الفرنسي مقابل 250 ألف دولار. وقد حرمه التعاقد مع النادي الفرنسي من التواجد بصفوف الفراعنة في أمم إفريقيا 2006، قبل أن يعود لمصر ويلعب للإسماعيلي والإنتاج الحربي وسموحة، ليختم المشوار مع ليرس البلجيكي قبل أن يتجه لعالم التدريب. فحصل على العديد من الدراسات وانضم للجهاز الفني للإنتاج لبعض الوقت. لا ينسى مواقفه المضحكة مع زملائه بالقلعة الحمراء، لكنه بالتأكيد سيحكي لنا عن إنقاذ حسام غالي له من الغرق. طبعا تقرير مميز جدا، بشكر عليه فريق الاعداد. للي برضو ما يعرفش كل الجوانب الموجوده عند الكابتن احمد مسلم، تاريخ كبير قوي. ربنا يخليك يا استاذ ذهاب. طبعا انا بشكر طبعا جروب العمل، والصراحه شفت حاجات كتير في الفيديو ديت، كانت بقى كتير رجعتك بقى رجعتني لزمان بالظبط. كمان يعني في لقطه طبعا مميزه جدا هنا بحييهم عليها، اللي هي بتاعت الدوري الفرنسي اللي انا طلعتها من خط الجون، فدي من اللقطات الصعبه جدا اللي انت تلاقيها كانت في الدوري الفرنسي، فكانت صعبه جدا. انا لسه شايفها دلوقتي فكنت مبسوط بيها جدا. طبعا رجعوك للذكريات حلوه اكيد طبعا، يعني احلى ذكريات حياتنا لما كنا في النادي الاهلي واحنا ناشئين صغيرين. على فكره انا كنت انا ناشئين النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين بالظبط، وكملت بعد كده لحد 12 سنه. وانت عارف طبعا في السن ده طبعا اللقطه بيضيع لك تاني.
دي اللقطه دي طبعا انا كنت اخدت فيها احسن لعيب في الشهر في الدوري الفرنسي. هتلاقي نفس الكلام نفس الموضوع الستايل اللي هو بتاع حماده طلبه اللي هي نفس الكلام. بس حماده كان على الارض, دي بقى دي حطيتها عاليه شويه, فانا حطيتها بوش خارجي, فكانت من الحاجات اللي هي يعني صعبه جدا, كانت مستحيله حتى هناك في فرنسا قالوا يعني ده انقاذ مستحيل طول السنه. فكانت دي من الحاجات اللي احنا كنا بنلعب اوكسير, وكانت الماتش كان صعب جدا, وكنا في الليجا في درجه اولى, وكان الماتش كان صعب علينا يعني. فدي من الحاجات اللي انا بقاليها قليله جدا ما شفتها يعني, بحييكم عليها طبعا. احنا اللي بنحييك انك موجود هنا في بيتك, واكيد اي نجم من نجوم النادي ده مكانه, واحنا اللي موجودين ضيوف عليه. 8 سنين سن صغير قوي, لكن الموهبه موجوده وموجود في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هي طبعا الذهاب يعني انا كنت طبعا صغير جدا 8 سنين, وكنت في الفتره ديت كنت بلعب اللي هو الطبيعي اللي بنلعب في اي حته في الشارع مع اصحابي وكده. فكنت بروح مع اخويا ساعات اروح العب معاه شويه, ففي واحد كان ما جاش فوقفت, فقال لك لا ده اخوك كويس ما تقدم له كده. اول ما تنبأ لي بان انا هبقى لعيب كره قدم كانت الله يرحمها والدتي طبعا, كانت حتى اي حد يكلمه وبتاع يعني, انا كنت انا اسمر اكتر واحد اسمر يعني في اخواتي وكده كلهم بيض, فكله كان يقول لك يعني ده تلوم ده هيبقى لعيب كره. فهي كانت من اول سن وانا عندي 8 سنين كانت تنبأ لي ان انا هبقى لعيب كره. البدايه جت ازاي انك تروح النادي الاهلي؟ والله رحت اختبارات يعني, رحت اختبارات الفتره دي كان الكابتن شطه, وكان ساعتها في الجيل ده معايا يعني انا متذكره جامد جدا حسين ياسر محمدي وشريف الكرامي, كانوا معايا في نفس الفرقه, كملنا السن من 8 و9 و10 و11. جه طبعا انت عارف الفتره دي كان ساعتها كان جيل 80 اللي هم يلعبوا كاس عالم, فكانوا مركزين طبعا مع المسابقه ديت. وانت عارف الفتره دي في مصر كانت منطقه القاهره كانت بتعمل يعني سنين معينه يعني يلحق مثلا 80 81 مع بعض, فطبعا احنا ظلمنا ان احنا مثلا 80 كلها كانوا جامدين جدا في النادي الاهلي, كان احمد سيد وكان شله كبيره جدا, وبعد كده خدوا اثنين مننا في الفريق كله, وبعد كده حظنا قال لك روح نادي النيل. فروحت نادي النيل اللي هو نادي النيل اللي هو الرياضي بتاع, كان حظنا للكابتن كابتن عماشه, هو كان ماسك النادي مزارع دينا نفس السن بتاعنا, فكنا مثلا نلعب منطقه القاهره فالحكام يروح يقولوا للنادي الاهلي انت عارف النيل ده كان الاهلي به يعني اللي هو الاهلي الثاني بيدعم النادي الاهلي على طول, يقول له في مثلا ابو مسلم وحسين امين ده كان لعيب جامدين جدا انت ما تاخدهمش ليه. فيجي الوقت دوت يجي الاهلي يلعب النيل يقول لك لا احنا يدونا اجازه عشان ما نروحش عشان نبقى عادي يعني. فروحت مزارع دينا لعبت 13 14 15 و 16 بالظبط 16 ونص كنت طلعت فريق الاول, كنت بلعب ماتش وطريق الصدفه يعني دي صدفه يعني ما حاجه ما تحصلش الا مثلا كل كام سنه مره. اللي انا في الوقت دوت ساعتها كنت منتخب شباب, وانا لعبت منتخب شباب قبل ما العب فريق اول مزارع دينا, كنت بلعب مع كابتن شوقي غريب, وجينا في الماتش دوت كنا بنلعب مزارع دي. كابتن شوقي غريب كان ساعتها عامل الستايل اللي هو بيلعب كل فرق الدوري الممتاز يعني ما لعبش فرقه صغيره ده ابدا في السن بتاعنا بالظبط. فعمل مع مزارع دينا, وكان ساعتها كابتن احمد رفعت الله يرحمه طبعا كان ماسك الفرقه, وكان عندهم مشاكل في الباك ليفت, كان عندهم احمد ممتاز كان متعور من النادي الاسماعيلي, وبعد كده ما فيش حد تاني لعيب صغير 20 سنه انت اللي هتلعب يا ام مسلم قدرك ونصيبك. طبعا فانا كنت بلعب, فالصدفه زي ما بقول لك الذهاب اللي انا قعدت الماتش ده كنت يعني كنت عامل ماتش عالمي. فكابتن شوقي جه قال لكابتن احمد رفعت يعني قال له ما تشتري الباك ليفت دوت وبتاع, قال له كام؟ قال له 5000 جنيه دلوقتي هدوا لك بعد الماتش. فكابتن احمد قال له بتتكلم جدا انا عندي عايز باك ليفت. فجه بعد كده قعد يكلمه قعد يضحك عليه قال له كابتن ده ابو مسلم عندك 17 سنه. كابتن احمد رفعت طبعا انت عارف باسلوبه قال لي خد انت عند مين؟ فطبعا انا خفت بقى قلت في حاجه انا عملت حاجه. قال لي بكره لبسك ومعانا الفريق الاول. بعدها باسبوع لعبت ماتش القناه في القناه كسبنا 3-0 في الدوري الممتاز. فدي كانت اول انطلاقه بقى مع مزارع دينا. طبعا مزارع دينا كنت ساعتها كانت صعبه جدا, كانت فرقه صعبه جدا, كانت قويه جدا عندك لعيبه مميزين كلهم. فلعبت القناه وبعد كده الدنيا ابتدت لحد كملت اساسي على طول, لعبت يا دوبك سنه والسنه الثانيه كنت في النادي الاهلي. منتخب الشباب هو منتخب مميز جدا وجيل رائع مع الكابتن شوقي غريب, قدر يعمل جيل حقق افضل نتيجه في كره القدم في تاريخ الكره المصريه طبعا ببرونزيه تاريخيه. الجيل ده بقى كان ازاي؟ وعايز ادخل بقى كمان لان في الجيل ده كان معاك كابتن حسام غالي اللي طبعا هنتكلم عنه وعلى علاقتك بيه واعتزاله, بس احكي لي الجيل ده اتكونته ازاي وكان ايه الموقف وكان عندكم صعوبات كتيره جدا. هو الجيل ده طبعا كابتن شوقي كان يعني كان عنده سياسه اللي هو بياخد من جميع الانديه في مصر كلها, يعني مثلا كان ساعتها لو جينا نتكلم كان محمد صبحي في الاسماعيلي, وكان معانا وائل زنجا في نادي الزمالك, وبعد كده نادي بعد كده جه انا ابو المجد مصطفى كان بيلعب باك رايت شرقية الدخان, كنت انا باك ليفت مزارع دينا, حسين امين كان مزارع دينا, محمود الزمالك, محمد عبد الواحد الترسانه, ورياض كان لسه ناشئين النادي الاهلي طبعا كابتن حسام وائل يعني من نص الملعب,
مين تاني؟ محمد شوقي كامبور فؤاد. انت بقول لك الاسماء دي كلها، تخيل الاسماء دي كلها عامله ازاي من اقاليم ازاي. رضا شحاته كان المنصوره، جمال حمزه كان موجود طبعا، كان عندنا راس حرب محمد محسن ابو جريشه الاسماعيلي، رضا جيل كبير جدا. وخلي بالك الفتره دي كان السن ده كله كان الناس كلها ما بتلعبش الاهلي والزمالك، كله كان بره اقاليم، ما كانش فيه الا اثنين او ثلاثه الاهلي والزمالك. تحسب ساعتها للكابتن شوقي غريب انه لف وشاف وجاب ودور ووصل للمجموعه اللي عملت هذا الانجاز. ما هي دي، خلي بالك الكابتن شوقي كانت عينيه كويسه في الحته دي على طول عامه. وهو تاني حاجه كان هو ما كانش بيخاف من النتائج، يعني كان عنده جراءه عشان هو خد التجربه دي مع الدكتور محمد علي اللي هو منتخب 80 طبعا. فكان عارف التجربه عامله ازاي. فالاول لما دخلنا الموضوع كان بالنسبه له سهل، المعسكرات الكتير والتمارين وكده، وكان بيشوف احسن اي حد ما بيلعبش فريق اول، كان عنده سياسه اي حد ما بيلعبش في وقت معين فريق اول يبقى بره، يبقى ما بيبقاش ليه وجود في التشكيل يعني. فبدانا بقى الفتره ديت، كان طبعا زي ما انت قلت اول حاجه اول بطوله لينا كانت ميريديان في جنوب افريقيا، واحنا عندنا اول جمعنا شهر وسافرنا بعديها باسبوع على طول خدنا تالت، تحس ان التالت كله مكتوب معانا. خدنا تالت افريقيا وبعد كده تالت الامم الافريقيه. بس كان في حاجه مهمه جدا اتفقنا من اول يوم انا وكابتن، احنا وكابتن شوقي غريب والفرقه والجهاز والناس كانت موجوده، اللي احنا كنا لازم في دماغنا نروح كاس العالم. يعني احنا قلنا ان شاء الله في الوقت اللي احنا نبقى موجودين على منصه التتويج في اي وقت، يعني دي من اول يوم. وكابتن شوقي كان مدينا الدفع دوت، اللي انتوا يا جماعه احنا عايزين ميداليه مش هناخد، يعني احنا داخلين كاس الامم. ده مع اول يوم، لكن مع اول مباراه كان في كابوس غير عادي. هي دي في كاس ده في كاس العالم، احنا طبعا كاس الامم كانت كابوس الظروف صعب قوي في كاس العالم، حتى كل الناس يعني اتشال من عليكم الضغط على فكره، خلاص كل الناس قالت لا ده كده حلو قوي يجيبوا حاجتهم ويرجعوا. لا ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي احنا الفتره بتاع كاس الامم باللعب بتاعنا لما خدنا التالت في الظروف اللي هي بتاعت اثيوبيا والمشاكل اللي حصلت، اللي هو ماتش بنلعب مع الكاميرون ولازم حد يكسب واحنا الاثنين متعادلين نفس الابناط، فقال لك لا لازم حد يكسب، فدي عمرها ما تحصل في كره القدم طبعا. يعني عيسى حياته كان قال لك لازم فرقتين حد يكسب من الاثنين، واحنا الاثنين لو تعادلنا خلاص. فاحنا كسبنا الكاميرون الحمد لله 3 وخدنا تالت افريقيا، فده عمل لود علينا اللي احنا فرقه مميزه وفرقه سموهم منتخب الوليد وفرقه بقت مميزه. رحنا بقى طبعا كاس العالم اللي هي كنا بنعمل معسكرات طويله، اول ماتش طبعا اللي هو جامايكا دعنا ضربه جزاء والكره مش عايزه تخش. الماتش الثاني طبعا الكابوس اللي انت بتقول عليه ده 7 احنا ما كناش مصدقين، يعني احنا ما كناش مصدقين. وده في حاجات الارجنتين الارجنتين طبعا. لا بس جيل ايه ده؟ جيل عالمي. لا احنا كنا بنلعب سافيولا وبنلعب رودريجو. لا جيل عالمي. لا بنلعب فرقه حاجه ثانيه، وكابتن الفرقه كولتشينا بشعر ده اللي كان بيلعب في اتلتيكو مدريد، يعني بتلعب فرقه كلها كامله. فده حتى في الماتش ده فكرني يعني لما نتكلم على حسام غالي، عشان الموقف في الماتش ده ما اقدرش انساه، يعني كل ما افتكره بفضل اضحك كل ما بقابله بفضل اضحك. حسام كان بيلعب في نص الملعب، فكابتن شوقي كان بيلعب مثلا وائل رياض ومحمد شوقي، فحسام كان بيلعبوا سيرد باك، يعني في منتوشه معينه في صعبه شويه بيلعبوا سيرد باك في الحته اللي ورا، وحسام كورته كويسه بيقدر يزودنا في وقت ويطلع يلعب يعني يعمل لنا زياده هجوميه. فكنا هيلاقي حسام كان هيمسك سافيولا، كابتن شوقي انا هو حسام بيلعب ورايا، فكان بيلعب محمود ورايا، فكابتن شوقي قال لا حسام انت هتلعب ورا وجنبك حسين امين، هتلعب انت ورا ابو مسلم عشان سافيولا ده سريع جدا، انت عارف سافيولا بتاع الارجنتين حاجه يعني طبعا. احسن لعيب في البطوله. فحسام بعد في طول التمرين الكوره تجيله، انت عارف حسام شكله جميل وستايل واقف الكوره، يقول لي ما ترجعش خليك قدام ما تقلقش. فتيجي الكوره اقول له سافيولا سريعه، قال لي ما تقلقش هو الكوره بره، ما تقلقش تاكل انه هطلعه بره ما تقلقش من اي حاجه. بعد ربع ساعه من الماتش سافيولا عمل مشوارين، راح 2-0 سافيولا اللي جاب الجونين. لقيت حسام جاله كرشه نفس واقف عمال كابتن شوقي تغيير، قلت له حسام ايه؟ قال لا 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 ده مش سريع ده راجل طياره. فوقعت الارض من الضحك، قلت له ايه الموضوع؟ قعدنا نضحك بعد الماتش. فمن الحاجات الذكريات اللي عمري ما انساها، يعني دي الحاجه الوحيده اللي حسام بيبقى فيها موتني من الضحك. يعني هو لعيب جميل وانا كنت احب اتفرج عليه، انا كنت احب اتفرج عليه بالستايل بتاع الكوره. الوحيد اللعيب اللي في مصر في الذهاب اللي هو بيطلع ياخد الجامب بياخدها على صدره وينزل. يعني في لعيبه كلها بتطلع كوره عاليه، عملها في ماتش تكريم اول امبارح، طلع خدها في نص الملعب ولف وسط ثلاث لاعبين من اياكس ونزل وخد كورته. انا بقول لك اللعيب الوحيد اللي في مصر حسام غالي اللي بيطلع يعمل الجامب، اي حد بيبقى كوره عاليه بيلعبها بدماغه، حسام بيطلع ياخدها على صدره وينزل ويلعب. هو حسام كده على طول، احنا عارفين حتى اي حاجه بيطلع ياخدها على صدره ما شاء الله عنده الميزه دي. فحسام من الناس اللي انا بحبها جدا ومواقفه كتير جدا معانا في المنتخب، واكتر لعيب عندنا كان حماسي جدا، مثلا ماشيين 10 ساعات سفر او 12 ساعه سفر، تلاقي حسام نازل اول واحد في التمرين وبيجري ويزحلق وبيتمرن، فبقول له انت ايه يعني انت مش بني ادم يعني انت ازاي؟ شخصيته هي من الصغر، هو شخصيته كده. حسام كمان يعني كان عنده ميزه اللي هو امكانياته عاليه جدا،
فعايز اللي جنبه يلعب نفس امكانياته. فانا بقول له حسام لا ما ينفعش، الناس اللي جنبك دي ممكن انت اعلى منهم بكتير، فاللي جنبك دوت هيبقى يعني ربنا خلقه موهبه. كله لعيبه مميزه يعني، كلها لعيبه تقيله، لكن هو سابق. لا هو سابق، وهو كمان تاني تفكيره اللي هو بيتحس بالسهوله، سهل ممتنع ماسك الكوره. يعني تمسك الكوره كده تبقى الموضوع صعب جدا، تلاقيه عامل مثلا في جوه 18 مرقص حد وعادي، هو عادي ده الطبيعي بتاعه، ويلعب ويشتغل على الحاجه دي كذا مره. فحسام من الناس اللي انا كنت بطمن بشوفها في الملعب، يعني ما شاء الله تكوينه جسماني واللعب والستايل. فحسام من الناس اللي انا بحبها جدا من ساعه ما دخلنا منتخب الشباب مع بعض، الجيل ده كله بيوم بيوم واحنا كبار مع بعض. يعني احنا دخلنا مع بعض، وبعد كده النادي الاهلي كملنا مع بعض، وبعد كده منتخب شباب منتخب اولمبي، بعد كده سافرنا بقى، انا رحت فرنسا وهو طلع على هولندا، فالدنيا كانت اختلفت بقى بعد كده. واتجمعتوا تاني وبينكوا حواديت كتير، لكن ابو مسلم بعد الاداء الجيد مع مزارع دينا ومنتخب الشباب النادي الاهلي والعوده طبعا من باب الملكي على الفريق الاول. هو طبعا كان احسن يوم ليا في حياتي طبعا لما دخلت النادي الاهلي اكيد. لما انت انا الحمد لله انا بشكر ربنا طبعا في الفتره ديت اللي انا قلت لو انا كنت فضلت في القطاع كنت ممكن يحصل اللي انا ما بتشافش بالصوره ديت انت عارف يا. فانا ربنا يعني طبعا في القدره النافعه. طبعا طلعت في الوقت دوت، وبعد كده لعبت مزارع دينا وانا صغير، راجع 17 سنه بالظبط، فرجعت نادي وانا 17 سنه فريق اول. يعني انا ما مضيتش تحت، انا فمضيت عقد كبير بس متقيد تحت في قائمه، بس طبعا. انا من ضمن الناس كان حتى كابتن احمد رفعت اللي انا حاطط شورت اللي انا ما انزلش تحت. يعني دي من ضمن الحاجات اللي احنا ما ينفعش انزل تحت. فحتى كان جاي لي زمالك والاهلي، وكابتن احمد رفعت طبعا كان زملكاوي، فقال لي زمالك، قلت له يا كابتن انا اهلاويه والعيله كلها اهلاويه. فالنادي الاهلي طبعا كان حياتي كلها، انا يعني كنت اصلا اهلاوي قبل، انا ووالدي وعيلتي كلها واخواتي كلنا بنحب النادي الاهلي، وكلنا كنا بنشجع. يعني انا كان في فتره مثلا النادي الاهلي مغلوب ببقى زعلان ونام زعلان، وبقى الدنيا بتبقى مختلفه شويه. الحمد لله كملت الفتره كلها والحمد يعني لله. مين اتكلم معاك؟ مين قال لك احنا بنشوفك؟ مين اول واحد كلمك؟ دخلت ازاي الفرقه ساعتها؟ قابلت مين في الملعب؟ هو اول واحد كلمني كنا بنلعب بطوله افريقيا في اثيوبيا، في الله يمسيه بالخير كابتن طبعا صفا طب حليم، طبعا بنتمنى له الشفاء طبعا، ربنا يديله الصحه طبعا. كان هناك كان موجود بيشوف لعيبه وكده وبيشوف باكات ليفت. فبعد الماتشين بالظبط الاولانيين راح كان قاعد معانا في نفس الفندق، فلقيته بيكلمني على التليفون بتاع، فقلت له يا كابتن، قال لي طب انا عايز اكلم معاك وبتاع، فقلت له حاضر تحت امرك وبتاع. فقال لي انت هتيجي نادي الاهلي؟ قلت له ده انا اتمنى، ده انا اصلا من ناشئين نادي الاهلي. فهو استغرب ان انا من ناشئين نادي الاهلي. فقال لي عند مين؟ قلت له كانت كذا كذا كذا. قال لي معقوله؟ فانا طبعا اول لما قال لي، حتى والدي كان بيقول لي خلي بالك، كان بيكلمني واخواتي اللي نادي الاهلي بيشوف لعيبه صغار السن، كان بيعمل صف تاني. حتى في الفتره دي كانوا شايفين جيلبرتو من قبل منتخب انجولا، فكابتن صفوت كان شايفه وكان يعني اتكلم عليه كويس كمان. فقال لي تيجي النادي الاهلي؟ قلت له اتمنى طبعا، ده انا ده شرف ليا من اي حاجه وبتاع. فالنادي الاهلي كلمني، وبعد كده كنت نازل مصر، فقال لي خلاص انت كده اعتبر في النادي الاهلي. فطبعا انا قلت مثلا ايه يعني ممكن ده يبقى كلام يعني لسه كده. لسه مفيش حاجه، ممكن بيشوف حد تاني مميز اكتر من كده تبقى الدنيا مختلفه. فنزلت النادي الاهلي بعديها باسبوع لقيت نفسي في النادي الاهلي. يعني لقيت النادي الاهلي، كنا حتى في معسكر في استاد القاهره، لقيت مزارع دينا السكرتير بتاع المهندس طبعا محمد حسين عثمان كان بيكلمني، فانا خفت قلقت، يعني انا 17 سنه صغير يعني. فقال لي عايزينك دلوقتي في المعسكر، عايزينك دلوقتي تقعد مع الباشمهندس. فقلت انا عملت حاجه مشكله كبيره في النادي. كل ما يجي لك تليفون انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ طبعا انت سنك صغير، وطبعا كان رئيس النادي وكان المكتب بتاعهم في الدقي يعني. فقال لي لازم تطلع دلوقتي. قلت له لا ما اعرفش اطلع، حد يكلم الكابتن شوقي وانا اطلع، انا ما اعرفش اطلع في المعسكر. يعني رئيس النادي عايزك؟ انا كنت معسكر. وانت مش رئيس النادي بيكلمك وانت تقول له ما اقدرش، حد يكلم حد يكلم الكابتن شاوي. فانا طبعا اكيد انت عارف من سننا واللاعب ملتزم طبعا، فقلت له كلم الكابتن شاوي ولو كده. فقلت الكابتن شاوي بعدها 10 دقايق، فراح قال لي تعالى اخرج. فقلت له كابتن شاوي انا شافني مخضوض شويه في ايه وبتاع، قلت له كابتن شاوي، قال لي بس روح ما تقلقش والله الدنيا كويسه. ما رضيش طبعا يقول لي يعني. فروحت هناك لقيت كان اتاخرت شويه، فبشمهندس عادل لقيته هو واخد العقود ومشي، وقال له هيجيلي على النادي الاهلي. فدخلت لقيت كابتن عادل اول كلمه قال لي انت معذبنا ليه؟ بقالك فتره. قلت له لا مفيش حاجه. فمضيت على طول وقعت، حتى بيقول لي قلت له ولا اي حاجه، انا امضيت اهيت، انا ما عنديش اي حاجه حضرتك. عادل ليك اي طلبات خالص والله؟ يعني انا حتى كان نادي مزارع دينا كنت عامل عقد، كنت بتكلم فيه عقد كويس والله. اول لما حط العقد قدامي رحت قلت له اللي حضرتك عايزه انا زي زمايلي، اللي انت عايزه كله اعمله، انا ما عنديش مشكله، انا راجع بيتي، فانا شرف ليا ان انا راجع بيتي، فما عنديش مشكله. فدخلت بقى جوه في النادي الاهلي بعديها، كان رضا شحاته معايا يوم بيوم،
فدخلنا كان بيلعب حتى بطوله اللي هي مهرجان السياحه والتسوق اول حاجه اتحاد جده، فدخلت فانا لعبت الحمد لله، وكان يا دوبك جيت اسبوع اتمرنت كان مع ديسكي اللي هو المدير الفني الالماني قبل ما ياخد يعني اخد كاس مصر، وخلاص الماتش الثاني اللي هو بتاع السياحه والتسوق كان هيمشي خلاص يعني، فاتمرنت اسبوع وكان كابتن مختار معاه واتملعبت على طول الماتش اللي بعده. دخلت بقى على الفرقه، كان مين اللعيبه غير رضا، مين اللعيبه اللي انت قربت منهم، اجواء كنت شايفها ازاي، بتختلف ان انت ابن النادي من الناشئين بس طلعت ورجعت، فهل طبعا برضو كان معاك حد من الناشئين لقيته معاك فوق في التوقيت ده، ولا هم جم طلعوا بعد كده بعدك؟ لا انا اول لما رحت طبعا استقبلني كان احمد سيد، احمد سيد طبعا كنت عارفه من نادي النيل، فلعبت قدامه كذا مره في قدام النادي الاهلي وكده فحافظه، فقعد احمد طبعا دمه خفيف شويه فقال لي انت مالك مشدود ليه، عادي الدنيا هنا ما تقلقش من اي حاجه ده بيتك وبتاع. وطبعا دخلت على سلمت على اوضه اللبس، طبعا اوضه اللبس كانت يعني اكنه فيلم بتحلم النادي الاهلي اللي انت كنت صغير بتتمنى بتتمرن في اوضه ثانيه وتشوف النجوم دي كلها داخله. فلما دخلت سلمت على كابتن هادي وكابتن وليد ولقيت الدنيا، هم بالنادي الاهلي الميزه استاذ ايهاب اللي هم بيحتضن الناس اللي جايه كلها، حتى اي حد ما يجي لك حتى من النادي الاهلي او يكسر رهبتك سريعا يعني، غير كده كمان اللي هو بيقدر في وقت معين يعني انت مش غريب، حتى اي حد ما يجي النادي الاهلي لعب سنه يقول لك انا بقالي حاسس ان انا بقالي 100 سنه، النادي الاهلي فيه الميزه ديت اللي هو كل الناس كلها بتتعاون على النجاح، فانت دي كلها متوفره في النادي الاهلي، فاول لما تخش دي بتضيع لك مثلا 50% من الرهبه اللي بتبقى عندك في النادي الاهلي. فاول لما بتخش الناس كلها بتستقبلك كويس، بتلاقي شكل كويس، الناس كلها عايزه تساعدك، كله عايز يعمل لك اي حاجه، اوضه اللبس، العمال، الجهاز الفني بيتكلم معاك كويس، فطبعا دي وفرت عليا كتير جدا، مع ان انا كنت لاعب دوري عام، خلي بالك كنت بلعب دوري عام يعني، طبعا انت جاي بتلعب فريق اول بلعب فريق اول وصغير في السن، بس طبعا 17 سنه عندهم كان لسه ما حدش 17 سنه كتير، ما فيش حد خالص، كان مثلا الوحيد اللي بيتمرن كان مثلا اسامه حسني، يعني اسامه حسني هو الموجود، وبعد كده جيت انا ورضا شحاته وابو النجد وعادل مصطفى بقى ابتدى يطلع بقى. فدخلنا النادي الاهلي، كانت اكيد كانت في الوقت ده كان صعب جدا، كانت في بطوله اللي هي عزيزه على قلبي اللي هي بتاعت بطوله افريقيا، اللي احنا كان اول سنه لسه المانو الجوزيه لما جه عنده كنا احنا كلنا 17 سنه، وكان الوحيد الكبير معانا كابتن هادي خشبه، كابتن وليد وعصام الحضري. كبار بقى دول كانوا بيحتضنوا ازاي؟ يعني الكبار دول بقى وكلام معاهم، في فرق كان في السن ساعتها كبير. هو في فرق كبير جدا، هو كان مثلا وهشام حنفي كان معانا مثلا في خمسه سته هم كبار. شوف الكباتن دول طبعا انا كنت بحبهم، وكان مثلا عماد يعني كابتن هادي حاجه ثانيه، انا كنت بفضل ابص عليه واتفرج يعني حاجه اخلاقيات ولعب طبعا. وشغل كويس جدا، فانت بتتفرج على الناس دي يعني حاسس عمال اقول انا بحلم يعني، انا ده اللي انت موجود فيه. فدخلت معاهم الدنيا الحمد لله، لعبنا الفتره الاولانيه دي، خدنا بطوله اللي هي بتاعت افريقيا اللي هي بتاعت ماتش سان داونز، اللي احنا كسبنا اول بطوله لنا في حياتنا بتاع مستر مانو الجوزيه، اللي احنا عندنا كان عندنا 17 سنه ساعتها، خدنا البطوله ديت. بس النادي الاهلي يعني كان اول حاجه ليا في حياتي كلها، اللي احنا كنا لعبنا الملعب قدام مثلا انا اول مره العب قدام 100,000 متفرج مثلا في استاد القاهره، فطبعا احنا رحنا ماتش سان داونز كان الاولاني هناك، كنا تعادلنا فيه 1-1، سيد ابو حفيظ الجون بدماغه، فجينا استاد القاهره ما كناش متوقعين بالشكل ده. فبنبص مثلا من الساعه 3 العصر ولا 4 العصر الماتش الساعه 7، فالفترة دي كان الله يرحمه كابتن صلاح سليم كان جه ساعتها بيفطر بيتغدى معانا قبل الماتش، فأنا كنت أول مرة أشوفه على الحقيقة يعني أول مرة أشوفه في حياتي على الحقيقة يعني. فكان قاعد بيفطر معانا يعني اتغدى معانا، قال لنا خلي بالكم مصر كلها بتتفرج، والله هم ثلاث كلمات أنا حافظهم لحد دلوقتي، مصر كلها بتتفرج، مصر كلها أهلاوية، النهاردة أنا عايزين تفرحوا 90 مليون مصر كلها، مالكوش دعوة بالحكم، العبوا أنتوا بس وركزوا، طول ما أنتوا مركزين هتكسبوا مستريحين جدا وهتجيبوا جون واثنين وثلاثة بس، هما كلمتين دول واتغدى معانا ومشينا رحنا الماتش. فانا معدي من جنبي كده فانا عمال يعني عمال ابص وكده، فراح خبطني على دماغي كده قال لي انت، فانا طبعا اتخضيت يعني عارف انت اترعشت يعني حد بيخبطني كده، فرحت باصص له قلت له نعم، قال لي ما تمسكش الكوره كتير واخلص والعب على طول، انت لعيب كويس اخلص ما تمسكهاش كتير. فانا من ساعتها كنت قاعد مثلا كنت هموت يعني، كابتن صالح حاجه كبيره جدا طبعا. فنزلنا 90,000 متفرج، بنبص الدنيا الملعب كله مقفول الساعة 3:30 4، الدنيا كلها مفيش رجل، وعمال نبص على دبدبة الرجلين، فكلنا 17 سنة مثلا بص جنبي الاقي مفيش الا كابتن هشام وكابتن وليد وسيد ابو حفيظ مثلا، والناحية التانية نلاقي مثلا رضا وابو النجد وعادل مصطفى وشيتوس شباب كلنا صغيرين، فعمال نبص لبعض طب ايه طيب؟ فيعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه طيب يا جماعة؟ فالحمد لله كانت النتيجه اللي هناك سهلت علينا شويه، فدي كانت اول بطوله لافريقيا بعد النادي الاهلي كان بقى لها فترات ما بتخشش النادي، فدي عملت معانا فرق كبير جدا، خلتنا الحمد لله خدنا الثقه بدري جدا وقدرنا نبقى ننافس بشكل متميز يعني. بطوله بتدي ثقه، ومدير فني كبير اسمه مانويل جوزيه، اكيد هنتكلم
معاك عليه كتير جدا، لكن بنطلع تقرير في تقرير معانا للحديث عن الكابيتانو ومباراة التكريم، وفاصل ثم نعود للتواصل. كابتن حسام غالي طبعا كلنا اتعلمنا منه، انا ليا الشرف كبير ان انا اتمرنت مع كابتن حسام، يعني اسطوره يعني من اسطورة الكره المصريه. زي ما بقول لك كده انا واحد بتعلم منه حاجات كتير، انا اتعلمت منه حاجات كتير، اصرار وكل حاجه. يعني زي ما تبص الكره ديت يعني كابتن حسام علمنا حاجات كتير قوي، انا يمكن قعدت فتره قصيره قوي بس اتعلمت منه حاجات كتير. ان شاء الله هو ينجح في اي حاجه، كابتن حسام حاجه كبيره قوي. يعني بقول ان حسام غالي مش اسرى بس الملاعب، كمان اسرى الاعلام. كان ليه تجارب كبيره جدا وتجارب اوروبيه وتجارب احترافيه، كان في نضوج كامل، يعني حتى في تعامله مع الاعلام كان في نضوج كبير جدا. احنا كنا بنستفيد منه بشكل ايجابي لان هو كان ليه رسائل واضحه، وشيء رائع ان يكون في لاعب كوره يكون ليه رساله، او اي نجم في اي رياضه بيكون ليه رساله. اعتقد ان حسام غالي كان من اللاعبين كلهم من رساله، واداها بشكل كويس جدا، وكان عند حسن ظن الاعلام بيه لفتره كبيره. بشكره على التزامه والصمت في ازمه كبيره جدا زي ازمه المنتخب الوطني، ده كان شيء يحسب له بشكل ايجابي، ان هو لو كان يتكلم وقتها كانت ممكن لا قدر الله كان ممكن يكون ليها توابع سلبيه جدا على المنتخب في مشوار كاس العالم. انا بشكره بصفه شخصيه ان هو ما اتكلمش، ان هو اسرى مصلحه المنتخب الوطني على مصلحه شخصيه، وبشكره كمان على دفاعه عن النادي الاهلي، وان هو كان قائد حقيقي للنادي الاهلي ودفاع عن زملائه في موقف كان ممكن لو اي لاعب تاني كان ممكن يضحي باي حاجه للدفاع عن مصلحته الشخصيه، لكن انا بشكره اللي عمله للمنتخب وبشكره اللي عمله للنادي الاهلي. فعلا طبعا الكره المصريه عامه تفتقد لاعب كبير زي كابتن حسام غالي، كنا نتمنى ان هو يكمل معانا طبعا، بس هو طبعا يعني اخذ القرار. يعني انا بقول له تعلمت منك حاجات كتيره، وبتمنى له كل التوفيق في المرحله اللي جايه سواء كاداري او في مجال التدريب. بتمنى له كل التوفيق، وبقول له يعني هي دي الكوره، ولازم كان هيجي له الوقت ان هو هياخد فيه القرار ده، وانا شايف ان هو اخد كمان القرار في وقت هو واقف على حيله. وقعدت احنا كنا اللعبه كلها بصراحه اتكلمت معاه ان هو يكمل كمان سنه، بس هو يمكن اخذ القرار. فبتمنى له كل التوفيق في الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله. نفتقده كابتن حسام، مش نفتقده شخصيته، مش نفتقده الروح بتاعه، مش كان في المقابلات بركه، حتى في التمارين كانت عنده روح كبيره انه ديما ينتصر، عنده شخصيه، عنده مبادئ برضه زاده، علمنا روح الفنانه الحمراء كما تقولوا. ان شاء الله نتمنى المقابله تتعدى في اجواء ممتازه تليق باسمه وبالتاريخ اللي عمله في النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى له حظ موفق ان شاء الله في المسيره الجايه نتاعه ان شاء الله. كابتن حسام غالي طبعا من اللعيبه الكبيره طبعا في منتخب مصر، واللعيبه يعني اللي عملوا تاريخ مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. لعيب مثل اعلى لاي لاعب صغير في التزامه، في رجولته، في حبه للنادي الاهلي. ادى كتير للنادي الاهلي ومنتخب مصر، لاخر يوم ليه في الكوره بيأدي بشكل جيد وملتزم في التمرينات، وبيأدي يعني احسن من اي لعيب صغير لسه طالع. انا بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه، اي مجال هيختاره هيبقى ناجح فيه، عنده كاريزما بيتحب من كل الناس. طبعا كابتن حسام غالي من احسن الشخصيات اللي الواحد اتعامل معاها في مجال الكوره، يعني جوه الملعب وبره الملعب، يعني ساعدني انا كتير جدا على المستوى الشخصي يعني، واستفدت منه كتير جدا في حياتي الكرويه يعني. وانا يعني الواحد مبسوط اللي هو اتمرن ولعب مع واحد زي كابتن حسام غالي، يعني راجل ضحى بحاجات كتير عشان الكوره وعشان حياته، يعني ضحى بحياته عشان الكوره. الفتره اللي لعب فيها كوره يعني بيتمرن احسن تمرين، كل يوم تمرين جامد، كل يوم ماتشات، يعني بيأدي بشكل كويس جدا. يعني بتمنى له التوفيق طبعا في حياته الشخصيه يعني بعد الكوره، وفي اي كارير طبعا هو هيتجه ليه يعني.
ربنا يوفقه ان شاء الله يعني. واحب اقول له هتوحشنا يا كابتن ان شاء الله. كابتن حسام غالي كابتنه يعني، يعني الاخلاص يعني الوفاء يعني ابن النادي، هو بالنسبه لي اخ وصاحب وبني ادم جدع جدا جدا ونضيف جدا. اتمنى له التوفيق في حياته، وهو بيجني دلوقتي ثمار اخلاصه في النادي الاهلي وحب الناس ليه يعني. كابتانه سبحان الله كده عنده هيبه وكاريزما، الناس كلها بتحترمه لما بيبقى موجود في الاوضه، حتى وهو بيتمشى ليه هيبه كده عندنا. وجد الترحيب بكل مشاهدينا على شاشة قناة النادي الأهلي ومتابعينا والأهلي في كل مكان، وحوار مهم ممتد مع الكابتن أحمد أبو مسلم. والبداية ببطولة، وما أجمل أن يكون المدير الفني للفريق في هذا التوقيت هو مانويل جوزيه. هو زي ما حضرتك قلت طبعا مستر مانويل جوزيه فرق معانا كتير جدا الفتره الاولانيه بالذات، اللي احنا كنا فتره صغيرين فيها وكان معتمد على عايز يعمل قوام اساسي للنادي الاهلي في الفتره ديت بالذات، كان فتره اللي هي التبديل اللي هو الجيل كان كبير طبعًا. موجود وابتدى يخش العناصر، بتغير جلد وبتحدث، فكان معتمد علينا بشكل كبير جدا. الحمد لله اول بطوله خدناها طبعا ادتنا ثقه كبيره جدا في افريقيا كمان، وكانت بطوله بقالها كتير ما جاتش النادي الاهلي. بطوله افريقيا كان بقالها كتير جدا ما جاتش، كان بقالها مثلا 3 4 سنين ما جاتش ساعتها، فالحمد لله قدرنا نجيبها بالسن الصغير دوت، فده مسؤوليه كبيره علينا اكتر من كده. فقدرنا الحمد لله الفتره دي ناخد ثقه الراجل، والراجل كان معانا بيواجهنا على طول، وصراحه كان يعني من الناس اللي انا بدلها في حاجات كتير، عملت معاه حاجات كتير طبعا. كان في يعني في وقت معين يقول لك لما تعدي، كنا مثلا نفضل نبص على راس حربه يقدر يتحرك ازاي عشان احط له الكوره كروس ازاي. هو برضه طبعا الميزه اللي عملها لي اللي هو قال لك اول ما تعدي اعملها قويه مالكش دعوه ما تبصش لراس حربه. فقال لك لا اما تخبط في السيرد باك وتخش، لا اما ممكن راس حربه هما بيجروا بظهرهم بالعكس فيقدر يحطها بدماغه. فدي علمتها فرقت معايا كبير جدا، حتى في اوروبا لما بقيت اروح بقيت اعدي واروح اعملها على طول، فدي فرقت معايا كتير يعني. دي خلتني زودتني من بعد كده اللي انا اخد احسن لعيب في الشهر هناك في فرنسا، فدي فرقت معايا كتير، فدي كانت الميزه على طول اللي كانت عندي معايا يعني. وبعد كده ابتدى بقى يخش يدعم بشكل كبير، مثلا ده جه بقى ابو تريكه وبركات والناس دي، الناس دي طبعا اللي هم عملوا حاجه كبيره للنادي الاهلي، عملوا بطولات كتير ودوا النادي الاهلي كتير، فكانت ماكس جريلي يعني زي ماكس جريلي كده من ناحيتين يعني. النادي الاهلي فيه ناشئين صغيرين مع الخبره، فعملنا تيم كبير جدا، تيم كويس قدر الفتره مثلا 10 سنين او 15 سنه اللي هم كانوا موجودين النادي الاهلي كان مكتسح كل البطولات بالظبط. فمن ساعتها بقى ابتدى يجي لنا، كان جينا عروض ساعتها ابتدى يقول مثلا هروح للعروض، لكن مواقف يعني تفضل حافظها لمانويل جوزيه او كلام معين او كلام معاك. هو في موقف طبعا، في كذا موقف يعني، هو راجل على طول في كذا موقف، انا كنت بلعب اساسي بصفه اساسيه على طول جنبه يعني معاه على طول. فموقف وحيد عمري ما انساه اللي احنا كنا بنلعب الاهلي والزمالك في استاد الكليه الحربيه، والاهلي كنا واخدين الدوري يعني، واخدين الدوري خلاص قبل الماتش وكده يعني بزمان يعني ماتشين ثلاثه. فحاجه غريبه جدا قال لنا نسيب الشنط كلكم وسيبوها في اوضه اللبس، والماتش كان الساعة 5 أو 5 ونص، قال لك انزلوا حيوا الجماهير. ده ليه؟ بعد كده سألته أنا بعد يعني سألناه بعد كده الموضوع، قال لك أنتوا كلكم صغيرين فأنتوا انزلوا عشان تاخدوا الكلام ده تفرحوا مع جمهوركم، بغض النظر لو حصل حاجة بعد اللقاء أنت كده كده أنت واخد الدوري، فأنت ما فيش حد عاكن عليك، أنت خدت الجو بتاعك كله. الماتش بالنسبة لنا ماتش تحصيل حاصل. تاني حاجة أنت بتقول للزمالك بتحط عليه ضغط، النادي الزمالك النادي الناس الأهلي لازم يحتفل مع جماهيره فمش فارق معاه الماتش، فأنت بتحط عليه ضغط اللي هو يبقى نازل عنده الارتخاء اللي هو مش يعني الموضوع عادي جدا يعني، الموضوع الناس بتحيي جماهير هنزل العب معاها ازاي. فحتى الماتش ده احنا كسبناه مش عارف 2-0 ولا ايه، فدي من المواقف الغريبه جدا. انت عارف اهلي وزمالك ذهبت وانت مشدود، هي بطوله لوحدها قمه، وانت قاعد عمال تبص طب ازاي، طب هلعب ازاي واللي قدامك بيلعب ازاي، ودي بطوله خاصه خالص بغض النظر عن اللي انت واخد البطوله او مش واخد البطوله. فدي من المواقف اللي انا عمري ما انساها لي. الموقف الثاني طبعا كان يعني الناس كلها عارفه موقف بتاع مثلا ابو تريكه. فابو تريكه الشوط الاولاني احسن لعيب في الماتش، الشوط الاولاني بيلعب احسن لعيب في الماتش وجايبين مش عارف 1-0، كنا بنلعب بالاتحاد او حاجه زي كده 1-0 خارجي وعمال يزحلق ويقوم. فدخلنا احنا كنا همدانين الدنيا مش ماشيه معانا شويه يعني، بس جايبين 1-0 ابو تريكه اللي جايبه.
فقعد يمشي يمين ويمشي شمال، هو بيمشي في اوضه اللبس كده بيصفر يمشي ومباصص على واحد. ايوه كدا. هو احنا فاحنا بنبص كده على يعني اللي هيروح يقف جنب مين اول. أيوة. لما تعرف لو مين اللي هياخد التحيه. ايوه اول التحيه اول لما يقف جنب حد كده ويروح مصفر كده بعد كده يقول ما يقولوش باسمه يقول له يو يعني انت فيروح خض قدامه. فقال له قال له انت النهارده انت زيرو. احنا كلنا عاملين نبص لبعض ابو تريكة احسن لعيب في. اما ده زيرو هو والله. اللي مقدي الشوط الاول وهو اللي جايب الجون. امال احنا بقى امال احنا ايه احنا قلنا احنا هنموت بقى. ف قال له زيرو كبير يعني مش زيرو قال له ده زيرو كبير النهارده ما تعملش اي حاجه. فاحنا استغربنا ونبص ده احسن. هو عارف انه عنده الاحسن عنده الاحسن. ما دي بقى وجهه النظر دي بقى البصه لقدام اللي هو المدير الفني الناجح اللي هو عارف اللعيب ده عنده امكانياته ايه يقدر يظهرها ازاي ويطلعها ازاي. دي اللي فرقت مانويل جوزيه عن اللي كل المدربين الموجودين اللي هو بيطلع احسن حاجه عندك في وقت معين. يعني مثلا يعني مثلا ابو مسلم في قمه يعني مثلا انا رفزه ممكن ما يعرفش يلعب ابو تريكه اقدر اعمل ده عارف بيطلع الحاجه اللي عندك ازاي. فابو تريكه طبعا ما كانش عمره بيتكلم يعني فقال له صفر كبير وبتاع. فابو تريكه قال له خلاص اوكي وبتاع. نزلنا الشوط الثاني ابو تريكه ما اتكلمش خالص. نزلنا الشوط الثاني ابو تريكه جاب جونين هو اللي جاب الهاتريك. فبعد الماتش فقال له ثاني يوم قعد يضحك معايا وهزر وبتاع قال له انا عارف انا بتكلم ازاي. فانت بتبص على مواقف بتشوف حاجات دي كلها خبرات لما انت بتشوفها. وابو تريكه استوعب درس المدير الفني الكبير يعني ما ضغطش عليه فتأثر بالسلب فنازل متبرجل. لا ده هو كان بيأدي كويس وزاد مع الكلام. ما دي بقى ميزه مانويل جوزيه اللي هو انت عندك ابو تريكه عارف بيطلع ازاي الحاجه اللي عنده. لعيب كبير بيقدر يقف على الكوره ازاي فما عندوش اي مشكله. تاني حاجه دي ميزه مانويل جوزيه اللي يقدر مثلا في وقت معين يعمل عليك بريس. في وقت معين عارف مثلا رضا بيزعق له بينزل الكهرباء الشوط الثاني مثلا ابو تريكه ما لا ما عندوش مشكله. بركات ممكن يكون عنده برود ما عندوش اي مشكله مزعق له ما فيش اي مشكله. فهو الراجل بيعرف يتعامل مع الشخصيه ازاي عشان كده هو كان ناجح في الشخصيات. حتى كل اللعيب اللي بيلعب ولا ما بيلعبش ده بتلاقيه بيحب مانويل جوزيه. شخصيته اي حاجه بره الكوره بتلاقيه هو جاي اول واحد. اي حاجه هو بيساعد الناس كلها. ليه مواقف انسانيه كتير كتير جدا شفتها صراحه بعيني. ليه مواقف كتير جدا انسانيه يعني مثلا كان في لعيب مش عايز اذكر اسمه الدنيا كانت اتصاب وحصل عنده مشكله ولعيب اصلا مش مصري افريقي وهو ساعده بمبلغ كبير يعني ساعده بمبلغ كبير والواحد عمره ما محبش يعني يقول حاجه زي كده بس هو الراجل عنده الحاجات الانسانيه كبيره جدا بالذات كمان مع اللعيبه اللي ما بتلعبش كمان بيقرب منهم اكتر يعني اللعيب ما بيلعبش كمان يقدر بيعرف يحتضنه كويس ويقدر يجهزه امتى. والدليل على كده انت عندك ماتش الصفاقس محمد عبد الله الباك رايت بقاله طول السنه ما بيلعبش بدا بيه. فانت الراجل هو بيعرف يتعامل ازاي بيعرف ياخد ازاي بيعرف الثقافه عنده بتاعت اللعيب ازاي. وتاني حاجه بنتكلم اللي بيفرق البرتغاليين عن المدربين التانيين اللي هم من رياضه الكوره اللي هم ناصحين جدا يعني عشان هو العيشه مثلا قريبه البرتغال من مصر طبعا. فهم نفس المستوى المعيشي مثلا متوسط او فقير فبيعرف يتعامل ازاي. فهو هم كان قريب مننا في الحاجات دي كلها جدا قريب وعنده روح قياده وشاف لعيبه وعينيه حلوه وبعدين كان جريء جدا في تغييرات في المباراه. ممكن تلت ساعه تلاقيه بيغير لعيب او بينزل لعيب وبعدها بشويه بيسحبه. كان جديد على اللاعب المصري انه يشوف مدرب بيغير بدري قوي عنده جرأه في التغييرات بيعمل تغيير بيغير بيه المراكز في الملعب بينزل لاعب ويرجع يسحبه تاني. ده شفناه مع مانويل جوزيه. انا شفتها كتير مع مانويل جوزيه. جه فتره معينه كنا بنعاني من خط الهجوم لقيته بيطلع اول الجمعه مساك كنت الناس كلها شافته بيلعب راس حربه طبعا. يلعب راس حربه ما عندناش مشكله يعني هو بيعمل الحاجات دي. قبل كده نزلني شوط تاني بعد ربع ساعه راح مغيرني تاني. حصلت معاك انت بتاع حصلت معايا ماتش اتحاد جده نزلني مثلا ربع ساعه وبعد كده قال لك لا انا بغير التكتيك بعمل حاجه ثانيه. فهو وعادي وانت طالع قال لك انا مثلا طالع زعلان وبتاع بعد الماتش بعد ما خلص الماتش وخلص خلاص في العشاء يقول لك تعالى قال لك انت كنت كويس انا ما عنديش حاجه انت ما عندكش مشكله عشان ما يضيعش منك الثقه بتاعتك. انت مميز ما فيش حاجه بس انا في وقت معين فتره معينه مثلا الباك ده كان متميز الناحيه الثانيه فانا بحط هنا حد اجمد بركات يشده شويه واقدر اسحب لك حد من هنا يقدر يلعب لي في الحته دي يقوي لي خط الهجوم. فهو وبتقتنع من كلامه اكيد ما هو مش هيقدر هو الراجل عايز اول حاجه لان هو كان صريح لو قليل ما بيرحمش. هو طبيعي في التمرين حتى في التمرين لو انت قليل هيقول لك في الثلاجه يعني هو عنده حاجه شعاره يقول لك في الثلاجه يعني تقعد في الثلاجه ما تتمرنش. لما لا حد مثلا في التمرين بيبقى ماشي مقضيها يعني بالراحه وبتاع يقدر يشد التمرين في ثانيه يروح مثلا استاذ يروح مصفر مفيش تمرين النهارده اطلع خلاص ويفضل يزعق في الملعب كله يروح. انتوا كده موظفين كله يروح. يلغي التمرين تقسيمه خالص بعد العشر دقايق مره تمرين مرتين ثلاثة وقبل متوشة كبيرة ما يلاقي الدنيا مثلا الدنيا بس ما بيكونش آخر تمرين
لا هي مثلا بيبتدي تقسيمه اول ربع ساعه، نبتدي اول ربع ساعه وبعد كده هو يعرف يشد الناس ازاي. هو عايزكم تفكوا مثلا فك، فهو برضو مرتب في دماغه هيعمل ايه. ما هو هو ده السيناريو هو عامله محضره، هو عارف اللي احنا مثلا بنشد امتى. فمثلا بعد ربع ساعه من التقسيمه لا الدنيا ماشيه ما حدش بيضغط وبتاع، روح مصفر كل جوهم انتوا ما فيش، انتوا لو فضلتوا كده هنضربكم. اول مره عملها وقال لك كل جوهم يلا يا اولاد كله روح، انتوا بقى ما حصلتش ما شفتهاش انتوا قبل كده. لا احنا عايز اقول لك على حاجه، اللي احنا تاني يوم كان التمرين بقى 9:30 على طول. الساعه 8 الفرقه كلها موجوده في اوضه اللبس. 8:30 يعني احنا ميعادنا المفروض بنقعد اصلا بنيجي 8:30 9 بالظبط قبل التمرين بنص ساعه كده. 8:30 الفرقه كلها جاهزين. جاهزين وكله قاعد جاهز ورابط والشناكير تمرين عاليه بقى والشراب وكله ما حدش ما بيهزرش. في وقت معين دي بقى ذكاء المدير الفني اللي هو في وقت معين بقدر اشد، في وقت معين ممكن هو بيضغط على الفرقه هناك في افريقيا. كنا بنلعب في افريقيا ملعب انيمبا، جابوا لنا ملعب تمرين غابه. فضلوا في نزل في ساعه زعق بتاع نص ساعه، انتوا غابه ايه؟ وقعد يشتموا عادي يعني، عادي يتكلم كتير جدا، منفعل جدا. اقول لهم لا انتوا لما تيجوا هناك انا عايزكم مثلا فندق كذا كذا. فهم هو بيقدر يشد الناس ازاي. بعد دي مثلا تاني يوم اتمرنا في ملعب كويس. فهو عنده عارف هو بيعمل ايه، عنده من الخبرات وعنده من الذكاء اللي هو بيقدر يطلع كل حاجه في وقت معين. فهو دلوقتي هو معانا في وادي دجله، احنا برضك بنستفاد منه لحد دلوقتي. طبعا هو شخصيه وكاريزما وعامل شعبيه كويسه، وكان واضح جدا، وحتى تصريحاته وكلامه وادائه، وهو كان يعني تجربته مع النادي الاهلي تجربه فريده جدا كابتن. هو طبعا هو مستر مانويل جه في فتره اللي احنا كان لسه بيبني الجيل زي ما بقول لك في السن الاولاني اللي هو سن كويس، وبعد كده مشي الولايه الاولانيه، وبعد كده رجع تاني. فهو قدر يحفظ اللعيبه كويس، قدر يتعامل مع المجتمع المصري بشكل كويس. تاني حاجه بقى يقدر يتكلم في وقت امتى، يقدر يعمل لود امتى. يعني انا ما انسالوش ما كنا مثلا بنلعب سان داونز هناك وتعادلنا 1-1، وطبعا احنا طبعا 1-1 يعني خلاص تعادل هنا نكسب ناخد بطوله افريقيا. فدخلنا اوضه اللبس احنا فرحانين بنحضن بعض وبتاع، قال لك ما حدش يتكلم خالص، انتوا هناك الفرقه دي هتموتكم يعني. الفرقه دي ما انتوا مش فاكرين الموضوع سهل، الفرقه الماتش هناك هيبقى صعب، في مصر هيبقى صعب جدا. مش سايب لحظه تفرح غير لما البطوله تبقى في ايدك. والله يعني هو عنده الحاجات، ما يهزرش. انتوا فاكرين الفرقه دي هتسيبكم هتذبحكم هناك، انتوا فاكرين الموضوع كده ما خلصش، احنا لسه الجوله الاولانيه. فكله بعد ما كان كله فرحان اوضه اللبس كله اتشد يعني. هو في وقت معين بيقدر يعمل، حافظ على تركيزك لغايه اخر لحظه، لحد اخر لحظه. وهو مميز في الحاجات دي، وهو من الناس اللي الواحد استفاد منها كتير جدا في حياته عامه كمشوار بقى كوره بعد كده. في التدريب بقى، في التدريب انت شفت ايه في مانويل جوزيه بتطبقه في حياتك التدريبيه دلوقتي؟ انا شفت منه حاجات كتير جدا يعني، شفت استفدت منه في حاجات اللي هو في وقت معين ما تتكلمش كتير، بتقدر تتكلم في وقت معين بشكل معين مع مثلا احنا في جو الاكاديميات، فنقدر نتكلم الولد باسلوب اهدى شويه، بنقدر نتكلم مع المدربين في وقت معين، نقدر نشد شويه المدربين لو هم الدنيا مريحين شويه، نقدر نتكلم معاهم ازاي. تاني حاجه الاسلوب اللي بتتكلم بيه لازم يبقى ازاي، حاجه علمها لنا اللي انت اي مدرب توجهه ما ينفعش توجهه بصوت عالي يعني، ما ينفعش توجهه على جنب بالراحه، والولد اللي بيغلط لما تيجي توجهه بالراحه برضك، ولو عمل حاجه ميزه لازم تعملها بصوت عالي عشان يكون عنده الدفعه والروح المعنويه تبقى عاليه جدا. يعني يقول لك الخطا تكلمه بالراحه خالص كده على جنب من غير ما حد ياخد باله، لو حاجه عاملها لازم تسقف له بصوت عالي وتشجعه عشان يبقى يقدر يزيد حاجه زي كده. فالحاجات دي كلها صفات بناخدها منه يعني. فالتاني حاجه توجيهاته الفترات اللي هو بيعملها اللي هي في التمرينات اللي هي المرونات، الحاجات التكتيك اللي بيعملها. فكل شهر لينا جدول معين بنقدر نشتغل عليه معاه. الوقت معاك بيعدي سريعا، لكن في حاجات كتير سريعا انا عايز اخدها منك، خاصه واحنا بنتكلم قبل ما بتدخل وكنت فاصل كنت بتكلم محمد صلاح، قلت لي محمد صلاح في حته ثانيه، انت لعيب من اللعيبه المصريين اللي احترفوا وليك اكتر من تجربه احتراف، وكان اديت بشكل مميز جدا ولعبت منتخب مصر وعملت حاجات كتيره جدا وعدد من اللعيبه، لكن محمد صلاح يعني في حته كويسه جدا، كل لعيبه مصر وكل المصريين فخورين بمحمد صلاح. اكيد محمد صلاح حاله مصريه فريده. نتكلم ونقول يعني نقول يعني كل الفتره اللي فاتت محمد صلاح في حته ثانيه، اتجاه ثاني لوحده خالص. محمد صلاح اول حاجه نجاحه طلع بالعزيمه والاصرار اللي عنده، ما كانش في الاهلي او زمالك اللي هو متاثر بالضغط الاعلامي او متاثر اللي انا نجم ما ينفعش تحدي يعملني كده. محمد صلاح قدر يستغل ويطور من نفسه بشكل كبير جدا،
طلع صغير ففي وقت معين قدر يستفاد بالعنصر ده، طلع على نادي متوسط مثلا في بازل او في سويسرا، قدر يلمعه بشكل كويس وقدر يبيعه، خدها تدريجيا ما طلعش على نادي كبير جدا، يعني طلع نادي متوسط. محمد صلاح عامل حاله كبيره جدا في مصر وفي العالم كله، النهارده هداف دوري الانجليزي وارقام قياسيه بتتحقق بشكل كبير جدا وابهار كبير جدا. حتى النهارده في المؤتمر الصحفي بيسالوه مو انت تقدر السنه الجايه لو قعدت في ليفربول تحقق اللي انت حققته، انت عملت كل حاجه، قال لهم اقدر، قالها لهم ثلاث مرات اقدر 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 ودعبهم كده وبتاع. لكن فعلا كل الجماهير ليفربول والمتابعين والاعلام الانجليزي بيقول لك ايه اللي هيحققه محمد صلاح تاني الموسم الجاي، وتحدي كبير امام محمد صلاح. ما طبعا طول النتائج اللي كلها والريكورد اللي انت جايبه كبير جدا في البطولات دي، ما حدش عارف يجيبها، احسن لعيب في اوروبا، احسن لعيب في افريقيا، كل طبعاً الحاجات دي طبعا صعبه جدا. واللي ساعد محمد صلاح كده التواضع والاخلاق بتاعته. يعني شوف مشهد زي ده وانت لعيب كره تحس بيه، ملعب مليان عن اخره وتحيه وتقدير وطبعا صوره تذكاريه مهمه وتاريخ، تاريخ على ارض الملعب من سنه 92 من بعد ما الدوري الانجليزي بقى 38 جوله محدش كسر فيه حاجز ال 31 هدف، 32 هدف اول لعيب من سنه 92 يكسر هذا الرقم اللي بقى سواريز وكريستيانو، وبعدين كمان واخد يعني شوف بنته برضه التشجيع ومكه في يعني حاجه 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 حلوه. ونحط ده كله الذهاب تحت محمد صلاح فخر مصر كلها، ونتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت باذن الله نصف الاجواء كلها عشان يقدر طبعًا يشتغل بالشكل الكويس اللي احنا نتمناه. اي حد في العالم محمد صلاح ده تبقى ذئاب صناعه، حاجه كبيره جدا لازم نستغلها مثلا في الترويج للسياحه، لازم نستغله طبعًا في الاسم الكبير ده كله. محمد صلاح زي ما انا سمعتك بره، محمد صلاح وشه لوحده جواز سفر زي ما انت قلت الباسبور لو كنا بنتكلم في محمد صفر. فمحمد صلاح حاجه ثانيه طبعا، نتمنى له التوفيق وان شاء الله. احنا بنقول مصر الكبيره العظيمه بتاريخها بحضارتها باهرامات بنيل، محمد صلاح اتحط في قيمه كبيره جدا ولازم نشتغل على الحته ديت، لازم نشتغل. احنا كنا زي ما كنا سمعتك قبل كده وكنا شغالين في افريقيا، لما تروح تلاقي صوره دروجبا، صوره ايتو. فمحمد صلاح عندنا حاجه كبيره جدا، حدث كبير العالم كله بتبقى فخورين بيه. عندنا كتير محمد صلاح اكيد، عندنا كتير بس نبتدي نشتغل، نبتدي نطور ونشتغل ونسيب اللعيبه زي الفرق بيننا وبين النادي بين افريقيا كلها اللي هم بيسيبوا اللعيب مثلا بحاجات اسعار رمزيه احنا ما نقدرش نسيبها. سيبوا اللعيبه قد كده، المقاول العرب لما جه ما غلاش اللي هو محمد صلاح، لو كان غلى في طلبات محمد صلاح وضمن حقوقه في اعاده البيع والنسب. ما دي بقى الفرق اللي هو الثقافه ازاي، اللي انا مثلا هضحي بحاجه كويسه بس عشان ابني يبقى مميز، وبعد كده الفلوس دي هتجي لي ثاني بنسبه البيع بتاعته. فمش معقوله انا عايز 3 مليون ما حدش يرفع في اي ناشئ 3 مليون او 4 مليون يورو. فهي الدنيا بتبقى كده خطوه خطوه. فنتمنى ان شاء الله التوفيق وان يعني ربنا يبعد عنه الاصابه ويبقى فخر مصر على طول، ونتمنى له حتى ان شاء الله يبقى وجهه مشرفه على طول في كاس العالم وفي النهائي. اخيرا بقى رؤيتك للمنتخب في كاس العالم، وان شاء الله يبقى المنتخب قادر انه يؤدي باداء كويس. والله طبعا نتمنى التوفيق الفتره اللي جايه دي، بس لازم انا كنت قلت كذا مره من بعيد قوي لازم نشوف مين واحد نمره واحد، القوام الاساسي انت عندك موجود، لازم يكون عندك البدايل اللي هو واحد واثنين وثلاثه. يعني مثلا عندي مشكله في المساكين لازم يكون عندي واحد رقم ثلاثه معروف، يعني مثلا سعد موجود عندي، حد ثاني حطه موجود الباك رايت مثلا هيجي احمد فتحي او 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 محمدي، لازم اكون عارف مين هيلعب ومين الموجود. ناحيه الشمال اللي عندنا فيها مشكله كلها اللي هو مثلا صابع يعني عبد الشافي، او مثلا هجيب كريم اللي موجود، او هجيب كريم حافظ لعيب مميز برضك. فلازم اشوف مين الثالث، او صابر رحيل لازم اجيب، او حسين السيد لازم اشوف مين واحد واثنين وثلاثه، عشان ما يجيش مثلا المشكله اللي احنا بنتكلم فيها اللي حصلت معانا في كاس الامم، اللي انت مثلا الباك ليفت رحت جايب احمد فتحي ملعبه باك ليفت. هي دي بقى ما دي المشكله. ما انت كريم ما اديتوش في وقت معين، وكان لعيب على فكره كريم حافظ لعيب مميز وبيلعب في نادي لانس فرنسا، نادي كبير يعني، نادي بردك في نادي ده يعني لعيب مميز، بس انت ما اديتوش التاقلم والفتره اللي هو يقدر يلعب فيها. لازم تديله من بدري عشان ما تيجي في الماتشات الصعبه دي تلاقيه. فانا بتكلم المنتخب نتمنى له طبعا التوفيق، والراجل اللي احنا كلنا معاه وسبورت ليه وعايزين طبعا اداء مشرف، بس لازم النقط دي لازم نحط علينا من بعيد او من فتره. بس انت شايف عندك تفاؤل ان شاء الله بنتائج المنتخب المصري في المونديال الروسي؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هي البدايه طبعا، انت عارف بالدورات الحاجات المجمعه دي اول حاجه ماتش اللقاء البدايه اللي هي البدايه دي مثلا تحسمك ب 60 70%. لو مثلا قدرت في الماتش الاولاني اللي افتتحت تقدر تعمل حاجه، يبقى ربنا اكرمك الفتره اللي جايه كلها. ثاني حاجه الافتتاح، وانت طبعا الافتتاح اول حاجه طبعا رجوي. وخلي بالك المنتخبات اللي هي بلغه الكوره بنقول عليها رخمه، ترتيب المجموعه حلو، ترتيب المجموعه بعد كده روسيا تختم بالسعوديه، يعني
هو الترتيب مميز جدا اول حاجه، والحمد لله احنا ما عناش طبعا في اول حاجه مع روسيا، كان هيبقى اللي عندك الضغط الجماهيري وعندك اورجواي، بس اورجواي برضك من الفرق الصعبه، فرقه صعبه، بس احنا دايما بنلعب كره قدام الفرق التقيل. ما خلي بالك قبل تلعب الاستايل بتاعك اللي هو اللعب الدفاعي، اورجواي ما عندهاش اللعب اللي هو تفتح لك الملعب وتلعب ولا هي لعبه بنتكلم عليها بمنتخبات اللي هي الثقيله اللي هي لغوه الكره اللي هم قافل لك الملعب. وطبعا هيقول لك على محمد صلاح، محمد صلاح مثلا عندهم خط هجوم حدث ولا حرج، عندهم خط هجوم سريع جدا، هجمه مرتده حاجه صعبه جدا. فهي دي البدايات، لو ان شاء الله ان شاء الله منتخب قدر الماتش الاولاني نكسب او ما نحرز. لكن متفائل ان شاء الله، متفائل ان شاء الله بالناس الموجوده والفتره اللي فاتت محمد صلاح واللعيبه الموجوده كلها، نتمنى ان شاء الله نعمل اداء. هو ده بقى اللي انا كنت عايز اختم بيه معاك، التفاؤل. ان شاء الله كلنا متفائلين. اشكرك كابتن احمد ابو مسلم، شرفتني ونورتني وكنت ضيف عزيز عندي. ربنا يخليك يا استاذ ايمن، طبعا انا مبسوط ان انا اكون معاك وانت من الناس المحترمه، انت عارف ان انا بحبك جدا وعندك المصداقيه كبيره جدا، فانا من الناس اللي انا بحب اطلع معاهم على طول طبعا، وبشكر طبعا جروب العمل كله على النهارده على التقرير الجميل اللي هم عملوه. اشكرك كابتن احمد، ربنا يخلي حضرتك. شكرا. فقره مميزه جدا وحواريه مع الكابتن احمد ابو مسلم، لسه مكملين معاكم، وفقره متميزه ايضا بعد الفاصل، ونقدنا الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق بعد الفاصل. سيداتي أنستي، أسعد الله مساءكم بكل خير، نود أن نبارك للكابتن حسام غالي على احتفالته بالاعتزال، ونشكره على جهده مع النادي الأهلي وتركه بصمة جيدة بالاحتراف الخارجي بهولندا وإنجلترا. كابتن حسام غالي، أول حاجة هيوحشنا جدا، ودي أقل حاجة نقدر نقدمها لكابتن حسام، وأقل حاجة طبعا الشركة تقدر تقدمها لنجم من نجوم منتخب مصر ونجوم النادي الأهلي. فأنا تاريخ كبير جدا طبعا مع النادي الأهلي، وإحنا كلنا بنحبه طبعا، القائد طبعا يعني الكابتن طبعا معروف طبعا، يعني بجد هيوحشنا جدا وهنفتقده جدا في الملعب كقائد بره الملعب وجوه الملعب، وأنا يعني من محب النادي الأهلي ومحب كابتن حسام غالي لما كان بيلعب في النصر واحترافه طبعا كل حاجه، وانا فرحان بجد ان هو بينهي حياته جوه بيته جوه النادي الاهلي، لان ده طبعا ده اللي عوده النادي الاهلي اللي بيعمله ده مع اولاده، ان هو دايما بيحتضنهم في الاخر. وبجد اقل حاجه اقدرها لكابتن حسام بجد ان هو يوحشنا جدا، وربنا يوفقه بجد، وان شاء الله باذن الله نشوف في المستقبل حاجه جوه النادي الاهلي، لان زي ما قلت طبعا ان النادي الاهلي طبعا بيحتضن طبعا ابنائه، وبجد هيبقى حاجه كبيره جدا حتى كمان جوه النادي، يعني خبراته في الملعب وكل حاجه والشباب الصغيرين هتستفيد بيه. السلام عليكم، مرحبا بكم اون بورد. اول حاجه نشكركم، ات واز ا بليجر تو هاف يو اون بورد جايز. وبغيت نقول كابتن حسام التوفيق ان شاء الله في مسيره ما بعد الكرويه، ان شاء الله كاداري يقدر يكون في المستقبل كوتش حاله بحال الكوتشات اللي كاينين ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق. طبعا تكريم الغالي حسام كان تكريم رائع جدا، ولازم اشكر ناس كتير عملت مجهود بالذات في الشكل الاعلامي، المجموعه كلها اللي كانت مسافره الاعلاميه على راسهم الاستاذ جمال جبر اللي ادوا طبعا شغل مميز جدا، والناس اللي كانت منظمه المهرجان اذا كان مينا او بيتر او كريم، ناس يعني عملت شغل على اعلى مستوى، كمان نادر شوقي طبعا وكيل اعمال الكابتن حسام، الموضوع كان ماشي بشكل رائع جدا. خلونا نتكلم بشكل اقرب جدا عن الحدث، حدث التكريم المهم جدا اللي طلع بشكل عالمي وطلع بشكل لائق، وكمان عن كل ما يدور على ساحة الرياضيه. الفقره دي فقره مميزه جدا لانها معايا فيها واحد من اهم النقاد الرياضيين، ناقد رياضي كبير جدا مميز، عنده جرأه، ما بيفكرش هو بيقول ايه، وعارف هو بيقول ايه جدا، احتل وهو في شبابه وفي سنه الصغير وقيمته الكبيره مكان في الرياضه المصريه مميز جدا من خلال ترأسه للقسم الرياضي بجريده الشروق. معايا في الفقره المهمه الاستاذ الناقد الكبير خالد الاتريبي، منورنا يا استاذ خالد. ده نورك، وانا بشكرك على المقدمه الجميله دي، ورب اكون استحقها.
انا مبسوط ان انا معاك ومبسوط ان انا مبسوط. بس انت بالشكل ده جاي تقدم بقى؟ لا يعني طبعا. ازاي يعني؟ ايه ازاي يعني؟ ازاي نمسك الخشب؟ لا لا ازاي ازاي انت شايف كلها دايما متالق كده. ربنا يخليك. تسلم. انا مبسوط ان في قناه الاهلي ومبسوط ان معاك، وان شاء الله نقدم للمشاهدين حاجه كويسه ان شاء الله. استاذ خالد، عايز ابدا معاك، وانت كنت واحد من الموجودين ومن الزملاء اللي عملوا شغل مميز جدا، وكنت حريص انك تكون موجود في تكريم الكابتن. تكريم حسام غالي، حسام غالي بدايه هو لعيب مش عادي، من وجهه نظري لعيب مش عادي، لعيب ادى للنادي الاهلي كتير. دايما بنسمع ودايما بنشوف ان هو فعلا من ابناء عائله الاهلي اللي دايما الكابتن الخطيب بيتكلم عنها. حسام غالي قيمه كان لابد من الاهتمام بيها، كان لابد من احترام قراره. هو قرر ان هو خلاص هيعتزل، وفي الوقت اللي كان فيه. انت ايه رايك في القرار ده؟ قرار سليم، عشان هو الوحيد القادر على تحديد اولوياته. احنا ممكن نشوف الموضوع بنظره، هو شايف الموضوع بنظره ثانيه خالص. هو شايف امكانياته الفنيه ايه، امكانياته البدنيه ايه. كابتن حسام البدري في مديرين فنيين كتير، في خبراء تحليل كتير اتكلموا ان حسام غالي قادر على العطاء موسم او موسمين الا حسام غالي كان شايف ان هو لابد من خلاص تعليق الحذاء زي ما بيقولوا. هو شايف ان هو الوقت اللي جاي وقت ممكن يكون اداري بالنسبه له، وقت ان هو عايز يعجل في السلك اللي هو الطموح اللي كل الناس عارفينه وهو مستقر عليه جدا. هو بيطمح ان هو يكون في مكانه كبيره في النادي الاهلي، وهو يستحق ذلك بالمناسبه. واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من المخلصين للنادي الاهلي، فكان لازم التكريم يظهر بالشكل اللي احنا شفناه. كان لازم التكريم يليق بحجم وقيمه وقامه حسام غالي. انت بتغطي النادي الاهلي بقالك سنين طويله، وقربت من كابتن حسام بشكل كبير جدا. ايه اميز حاجه كانت عند الكابتن؟ جريء. جريء. انا بحب الانسان الجريء اللي ما يعرفش المواربه زي ما بيقولوا. قرار واضح، كلام واضح. ربما في الانفعال ده بيسبب ازمات، بيسبب مشاكل، بس لاعبي النادي الاهلي عارفين حسام غالي، عارفين ده طبعه، عارفين ان هو بيتكلم وبيتحرك من منطلق غيرته على النادي الاهلي. ابني من ابناء النادي الاهلي ويعرف يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، يعرف يعني ايه النادي الاهلي نادي بطوله، النادي الاهلي يعني رقم واحد دايما. فهو تربى في النادي الاهلي، خرج للاحتراف زي اي لاعب بيطمح، وكان النادي الاهلي بيساعده في تجاربه الاحترافيه. ابن من ابنائه يشرفه ان هو يكون موجود بره. ده ما يمنعش ولا يقلل ابدا ان حسام غالي كان بيحب النادي الاهلي، ولا يستطيع احد ان يشكك في حب حسام غالي للنادي الاهلي. واذا كان حد شايف غير كده ده دي وجهه نظره هو يتحملها. انما جماهير النادي الاهلي، قطاع كبير جدا من جماهير النادي الاهلي تعرف يعني ايه حسام غالي. قائد يعني. قائد. طبعا. كل ما تحمله كلمه من معاني. قائد. وانا سافرت كتير في النادي الاهلي مع النادي الاهلي بره، وده يبين الفريق من غير قائد بيبقى عامل ازاي، وفي وجود واحد زي حسام غالي عامل ازاي. لا بيلم اللاعب يعني بيلم اللاعبين. واخد من كلامك في الفقره اللي فاتت ان كان قاعد المفروض في ليله اعتزال وقاعد مع زمايله وقال لهم خلاص انا عايز انام. يعني انا عندي ماتش بكره، عندي ماتش بكره. واللي هركز في المباراه من اول دقيقه لغايه الدقيقه 76 حسام غالي بيأدي وبيقاتل في الملعب. احنا تعودنا دايما بنشوف اللعيب، مفيش لاعب في مباراه اعتزال ولعبها كلها، والكابتن ولعب المباراه كلها وخرج اخر 14 دقيقه تزامنا مع رقم التيشيرت بتاعه لرقم معين، يعني لغرض معين. هو حسام غالي استنى سنه، يعني انا مش شايفها ان هي كانت غريبه شويه علينا. احنا تعودنا اللعيب اللي بيعتزل ده بيكون بطل وبقاله سنه 2 3 4 وبيعملوا. لا ولاعيبه اياكس ما بتهزرش، ده بيخشوا عليه جامد مسابين ويمسك كوره. يعني حسام غالي انا اعتقد ان حسام كان قاصد ده، هو استفزهم في المؤتمر الصحفي اللي انا وانت حضرناه. قال ان انا كنت لعيب في فاينورد وبكره برضه هكون بلعب بروح الاهلي وروح
فاينورد عشان الجماهير اللي تعرف معنا يعني. طبعا تعرف العلاقه بين فاينورد واياكس زي الاهلي والزمالك يعني يعني لا في نديه كبيره جدا جدا. فهو ابلغهم هو اختارهم قبل المباراه ان المباراه مش هتكون احتفاليا، المباراه هتكون مباراه قويه بين النادي الاهلي ونادي اياكس. وده كان فعلا كان يعني حتى لاحظنا بعد المباراه ممكن ما اعرفش الكاميرات نقلتها ولا لا، المدير الفني الاكس كان غاضب جدا 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 بعد المباراه لدرجه ان هو ما كانش شايف كابتن حسام بدري. هو حسام بدري كابتن حسام بدري راح له يعني استنى وراه عشان ياخد باله منه لدرجه هو من انفعاله مش شايف متضايق انه طالع متضايق طبعا متضايق متضايق ان هو خسر. فده بيبين قد ايه هم كانوا مهتمين برده بالمباراه، المباراه بالنسبه لهم مباراه تجريبيه بتلعب قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب بكل قوته، النادي الاهلي كان بيلعب كويس ما كانش كان شايف ان هو مباراه تجريبيه كويسه قبل مباراه كامبالا، ونتمنى ان هم ان شاء الله يحققوا نتيجه كويسه. فحسام غالي ما كانش بيهزر في المباراه حتى مباراه اعتزاله، ده بيبين قد ايه هو شخصيه جاده وقد ايه ده هيكون مفيد ليه وللنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. اكيد الجماهير اللي جت بالاعداد الكبيره اللي مالت استاد هزاع بن زايد كلها جايه من حب الكابتن وتكون موجوده، واللافتات اللي شفناها كتيره جدا والبنرات اللي نزلت في الملعب روح جميله جدا، مش من الجمهور بس، ده من اللعيبه ومن الجهاز ومن اعضاء مجلس الاداره، يستحق هذا التكريم. حساب غريب كان ينفعل على اي لاعب زميل ليه والزميل هو اللي كان يروح صح. هو اي لاعب واي حد في النادي الاهلي يعرف غيره حسام غالي على النادي الاهلي. لاعب زي ما اتكلمنا هو يعرف يعني ايه الفانله الحمراء، يعرف يعني ايه اللي هي لازم تكون في الصداره، ولما عشان تكون في الصداره لازم تتعب قوي. هو حسام غالي ما كانش بيقبل مع زمايله او اي مكان في المنظومه ان هو ينزل او كيرفو ينزل او يعمل حاجه تؤثر على الفريق بشكل عام. فهو روح حسام غالي معروفه، وهي دي الروح، دايما الجماهير او اي حد بيتعاطف مع حد مخلص لمكانه او عنده روح. لو حبيت توجه له كلمه تقول له ايه؟ شكرا على اللي انت قدمته في الفتره اللي فاتت، انا كان نفسي اشوفه في كاس العالم. كان نفسي اشوفه في كاس العالم، هو يستحق. ويعني احنا بنشوف اللعيبه اللي اعتزلت من سنه وسنتين زعلوا ان هم اعتزلوا علشان ما كانوش حاضرين اللحظه دي. انا شايف ان صعب على لعيب بقيمه حسام غالي انه يكون يعتزل والمنتخب رايح كاس العالم بعد 28 سنه غياب. اعتقد ان حسام غالي لو كان موجود في كاس العالم ما كانش هيروح على سبيل التكريم زي ما في ناس ممكن تروح على سبيل التكريم، انما حسام غالي عمره ما كان هيروح على سبيل التكريم. وجود حسام غالي كقائد في المنتخب كان ضروري، بس خلاص هو ده القرار حسم الامر. حسام نفسه بيسالوه في المؤتمر الصحفي قالوا له كان نفسك تحقق ايه؟ انا حققت كل احلامي. هو بالنسبه لحسام غالي هو انا شايف ان دي رساله ان انا خلاص حققت كل احلامي. وانا كنت هو كان مشارك بشكل او باخر في تصفيات كاس العالم، فهو كان مشارك في صعود المنتخب لكاس العالم، فهو شايف انه حقق كل احلامه واحنا بنحترم ده وربنا وفقه. لسه مستنيه مشوار طويل لكن انا واثق في نجاحه. شايف حسام غالي مستقبليا انت شايفه فين؟ شايفه يعني بص انا مش هقول لك زي ما في ناس كتير بتقول وهم برضه وجهه نظرهم تحترم. انا مش هقول لك انا شايفه في على كرسي رئاسه او بطمح كرسي رئاسه، انا شايفه دلوقتي طموح، حد هيكون طموح لسه بيبدا. خلينا نقول من الصفر. حسام غالي لعيب كبير قائد في الملعب، لكن عشان تكون قائد لمنظومه عنده تحدي كبير. هكمل معاك بس لازم اروح اوغندا واستقبل تليفون مهم جدا من اوغندا وسافرنا الاستاذ طارق سلام. تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ خالد ريبي وكل جماهير الاهلي، وشكرا على كل ما تقوم به من اجل بعثه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الله يحفظك. سيادة السفير، مجهود كبير جدا بتقوم به السفارة المصرية والنادي الأهلي متواجد في أوغندا، وفي ظل ظروف مميزة جدا بتوفرها السفارة وكل الأمور على ما يرام. وجهة نظرك بقى إن شاء الله في المباراة، وحضرتك شايف الأمور إزاي؟ بص يعني إن شاء الله خير، الأهلي فريق كبير وعنده
عاليه وامكانياته اعلى من فريق الاهلي. وطبعا الاهلي معروف في افريقيا ومعروف في اوغندا. واعتقد ان مقومات النجاح موجوده، يعني الفرقه عندها الحماس المطلوب لان هي تفوز بالماتش وترجع من هنا معاها ثلاث نقط، في نفس الوقت المنافس على نفس المستوى والجو كويس والارض بيت ملعب اتنين فيها مشكله شويه، ان انا يعني الاهلي متعود على الكلام ده. تمام ان شاء الله خير، انا متفائل ان شاء الله. ان شاء الله سياده سفير، يمكن الاهلي متعود انه دايما قبل يبقى موجود في اي دوله افريقيه بيكون في لي طبعا بيسبق جزء من الجهاز الاداري وبيحضر بعض الامور، هل في كانت طلبات معينه للنادي الاهلي؟ هي حصل تواصل مع النادي الاهلي مع كابتن سمير قبل ما يجي بفتره. تمام. وهو جه بدري قبل الفرقه، واحنا يعني رتبنا مع مكان الاقامه، احنا اخترنا مكان الاقامه للنادي في فندق شيراتون في كامبالا. تمام. لان انسب حاجه ومكان المطار كويس. والناس بتوع النادي حتى النادي كامبالا في ناس متعاونين، يعني طلبنا حاجه زياده وتدي زياده للاعلاميين فينا مني بس زياده مفيش مشكله. تمام. الروح كويسه، يعني مفيش التعصب او التشدد اللي ممكن تلاقيه مع فرق ثانيه في اماكن ثانيه. حضرتك النهارده كنت موجود في المران ويمكن قعدت مع الاستاذ خالد مرتجي وكان في حديث مطول وكانت كل الامور ماشيه بشكل مميز. الحقيقه لان الفرقه لما جت انا ما كنتش موجود، انا كنت في مصر في مهمه، فانا رجعت فجر النهارده وكان اول تمرين عندهم، فانا كنت احب اشوفهم بقى واطمن عليهم ونرحب بيهم. وطبعا الزملاء نادي السفير موجود معاهم من ساعه ما وصلوا الاعضاء، وكان لازم نشوفهم يعني نشوف برضه لو ليهم اي احتياجات خاصه عايزين نرحب بيهم. للاسف هم ليهم ظروف، طريقه اكل معينه وطريقه نوم معينه، فمش هنقدر ننام معاهم اي احتفال الا ان شاء الله بعد الماتش. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موفقين بقى، عايزين الاهلي يرفع راسنا وهو قدها وقدوه. ان شاء الله يكونوا موفقين ودايما زي ما الاهلي عود جماهيره. واكيد لازم اكرر الشكر لحضرتك وللسفاره، وشكرا معالي السفير على المجهود الكبير اللي السفاره قايمه بيه. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. طبعا مجهود كبير بتقوم بيه السفاره، لكن هنروح للجزء ده وحابب اكمل معاك في انت كنا بنقول انت شايف حسام غالي فين؟ زي ما بقول لك راجع تاني بس اذكر مشاهدينا كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان هو ان انا شايفه ان هو لسه قائد، هو خلاص حكايته كقائد في الملعب انتهت خلاص، اعتزل دلوقتي لسه هيبدا عنده تحدي جديد. هو طبعا عنده تحدي جديد، وهو هو هو طموحه برضه احنا عارفين طموحه ان هو يكون كرئاسه للنادي الاهلي في المستقبل ان شاء الله. هتحس ان هو امتداد طبعا، بس ده بيحتاج جهد كبير للنادي الاهلي. رئاسة النادي الاهلي دي امر صعب على الاطلاق، والوصول ليه بتتطلب مجهود كبير جدا على مدار السنوات الطويله جدا، مواقف تراك طويل جدا، مواقف، كاريزما. هي كاريزما موجوده عند حسام غالي اوريدي خلاص، والكاريزما دي تبقى يعني هبه من عند الله طبعا، يعني غير مكتسبه. انا شايف دايما كاريزما القياده وكاريزما الهيبه دي غير مكتسبه، دي هبه من عند الله. انت بايدك بسلوكك بمجهودك بشغلك انت اللي بتنمي ده، انت اللي بتكبر ده، انت اللي بتوصله للناس. اهم حاجه الوصول للناس، الوصول للناس، انك بتعمل باخلاص، بتعمل لرفعه ناديك، بتعمل لرفعه مكانك ايا كان انت فيه. فده شيء مهم جدا قدام حسام غالي، تحدي كبير جدا زي واثقين في قدرته على التحدي، وان شاء الله بنتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كصحفيين بقى وانفرادات واجواء، شايفك كده ايه واخد كابتن علي معلول في جنب في الاوتيل كده قبل ما نمشي؟ ما رضيتش اجي يعني عشان يعني قلت سيبك براحتك، بس طولت معاه شويه وشايفه بيشاور لك يعني رجل حاجات كده. بص هو علي علي معلول طبعا كابتن نجم كبير ولاعب لا يستطيع احد ان يشكك في انتمائه للنادي الاهلي، ده عن ثقه، عن ثقه
جدا يعني كلام كتير طلع. طب تقصد بعض الحاجات اللي كتبت على الفيسبوك ده اللي خلاني اتكلم بصراحه اللي خلاني اتكلم مع العايز اللي خلاني عايز اتكلم عن موضوع علي ان انا اوريدي في احترام للكلام اللي بينه وبين علي اللي هو المفروض ان انا ما اتكلمش فيه ده في كلام انما انا احكي على موقف هو انا بقوله ايه في ايه يعني الموضوع طول وانت موجود هنا وما بتلعبش وعندنا ماتش صعب عندنا ماتش صعب قدام كمبالا انت المفروض تكون موجود. هو كان رده حاجه بسيطه خالص ان هو رفع رجله ورا رجله ورم فعلا يعني ورم وشرح تفاصيل الاصابه هو كان قريب من التعافي جدا بس حصل كدمه عامل زي طبعا الاطباء هم اللي يفهموا الكلام عشان انا برده كنت بتكلم مع دكتور الفريق اتكلم قبل ما علي يتكلم من حوالي اسبوع وقال الكلام ده قال ان علي كان قريب وحصل كدمه سببت له مشاكل علي برضو وراني عارف كان ممكن تصدق او ممكن تشكك في كلام اي حد ما انا ما انا شككش في علي طبعا الا اذا انت شفت بعينك انا شفت بعيني لعيب مسافر الامارات وهيرجع تاني بس لمجرد انه يحضر لحظه لحسام غالي انما هو لو بالامر الطبيعي كان علي معلول سافر على تونس يجهز مع المنتخب يؤدي تدريباته انما هو كان حريص على التواجد كان حريص على التجهيز مش جاهز ولو كانت الامور مشيت بشكل افضل كان يلعب لعيب رجله ورمه الى يعني رجله فيها ورم باين بالعين من بعيد يعني بس اللي يركز هو المشكله احنا بنقدر جدا حب الجماهير وحب اي حد لناديه او للاعب بتاعه بس لابد ان يكون ده عن معلومه عن ثقه يعني لما تيجي تتهم حد بالهروب من النادي الاهلي ده اتهام خطير ده اتهام كبير او بتفضيل مصلحه المنتخب على النادي برضه اتهام خطير في النهايه اللي وصل اللاعب للمنتخب ما بتكلمش عن علي بتكلم عن في المجمل علي في منتخب تونس قبل ما يجي تمام اللي بيوصل اللاعب للمنتخب هو مشاركته مع النادي فلابد ان يكون ده عن معلومه زي ما بقول لك وهو ده اللي استفزني ان اتكلم في الموضوع انما انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع بناء على رغبه علي على فكره بس انا لقطك برضه لا طبعا انت لقطك وشايفك وشايف انت بتعمل ايه في الموضوع انت لما يا حبوب يعني بطبيعه شغلك لازم تشوف ده ولازم هروح معاك لنقطه مهمه بقى طبعا الفريق خلص التكريم وطار على اوغندا عشان مباراه مهمه جدا شايف المباراه دي ازاي وشايف الاستعدادات شفت قبلها مباراة الترجي ازاي؟ هاخد اجابتك لكن هطلع فاصل اشوف فيه تقرير للكابتن احمد ايوب ونرجع نتواصل. حسام قيمة كبيرة طبعا في النادي ورمز للاهلي ورمز لمنتخب مصر قدم كتير للنادي خد بطولات كتير مع النادي النهارده يعني اختار ان يكون الوقت المناسب بالنسبة له انه يعتزل ويكمل في حتة تانية في مجال الكورة برضه ان شاء الله يكون مهرجان يليق باسم حسام ويليق باسم النادي الاهلي وكل الناس تنبسط النهارده وتكون مباراة جيدة وبتمنى له التوفيق طبعا في حياته الفترة الجاية وحسام في أي مكان هيكون مميز أي مكان هيكون إضافة ليه إن شاء الله. بالنسبة للفترة اللي فاتت خلاص احنا كل الصفحات اتقفلت وتركيزنا كله على مباراة كامبالا هي المباراة الثانية في المجموعة يمكن ما كانش عندنا توفيق إن احنا نكسب المباراة الأولى أمام الترجي نتيجة أسباب معينة مش عايزين نخوض فيها لكن المباراة الجاية بالنسبة لنا مهمة ويمكن مباراة النهاردة بتاعت حسام يمكن برضه استعداد لينا نطمن على حالة الناس بالنسبة ونشوف الناس اللي كانت مصابه الناس اللي ما كانتش بتشارك الفتره الاخيره نطمن عليهم وعلى حالتهم وبعد كده ان شاء الله نطلع بكره الصبح ان شاء الله على كامبالا وكلنا يعني امل وكلنا مركزين ان احنا ان شاء الله نكسب ونرجع بالثلاث نقط علشان نكمل منافستنا في المجموعه يمكن احنا شفنا الفرقه فرقه عناصر شابه فرقه عامله نتائج كويسه سواء في الدوري او في الفتره الاخيره في بطوله افريقيا ربنا سهل وان شاء الله نرجع بالثلاث نقط ان شاء الله السيد دايما بيسافر قبل الفرقه وبيطمن على الحاجات دي سواء الاقامه او الملاعب بعدين احنا خلاص يعني اتعودنا على الاجواء دي سواء الجماهير او الملعب وياما سافرنا وياما شفنا فمش عاوزين يكون في اسباب قبل ما نروح نتكلم فيها احنا يعني كلنا مركزين ان احنا نكسب ونعمل مباراه كويسه ونرجع بثلاث نقط ده الاهم بالنسبه لنا ان شاء الله.
اكيد استعدادات مميزه جدا واكيد الفريق جاهز. مباراه مهمه جدا وتعودنا دايما ان فرقه النادي الاهلي بجهازها الفني في التوقيت ده بتكون حاضره وموجوده، واكيد مواجهه الترجي، مواجهه الترجي فول تيم، فريق قوي، الاهلي كان عنده غيابات، شفتها مباراه من وجهه نظرك عامله ازاي؟ ولازم نذكر الناس ان الكابتن محمود الخطيب بعد مباراه التكريم كان في غرف الملابس بيحفز لعيبه النادي الاهلي. الراي في مباراه الترجي، الاهلي قدم مباراه كويسه الى حد ما في الشوط الثاني، كان ينقصه التوفيق، غيابات كثيره جدا كانت في الفريق اثرت بالطبع. اي نادي النهارده تشوف برشلونه بيلعب من غير ميسي، خسر اول خساره في الدوري، وانا على حين ان هو يختتم الموسم بدوري بدون هزيمه. انا مش مع ان الفريق بيتاثر، المفروض ان هو ما يتاثرش، طبيعي الفريق بيتاثر، طبيعي لما يكون الانسجام بين اللاعبين موجود طول الموسم بتلعب بتشكيل معين، وان كان انا ليا راي المفروض ان يكون في المستقبل من الدروس اللي احنا بنستفيدها من المباريات اللي فاتت لابد ان يكون في اكتر من بديل لاي لاعب ايا كان مين هو، اي لاعب القائمه بتاعه اي اي نادي في اي، احنا طبعا انت عارف احنا كل موسم 25 30 25 30، فخلينا نقول اي قائمه بقى يعني، وزي ما يطرا اتحاد الكره ان شاء الله، فاي قائمه المفروض يكون كل لاعب فيها. والكابتن حسام البدري كان دايما بيشد على كده، كان دايما يقول اي لاعب في النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها اساسي وما فيش حاجه اسمها بديل، اي لاعب جاهز ان هو يشارك. بس انا شايف ان ده لابد ان يكون يطبق على ارض الواقع، في فرص تتاخد لكل لاعب، واللاعب اللي ما يكونش على قدر النادي الاهلي وقدر وجوده في النادي الاهلي، النادي الاهلي اكيد لابد انه يشوف غيره. النادي الاهلي نادي بطوله، مش دايما النادي الاهلي دايما، اي قياده في النادي الاهلي، اي عضو في النادي الاهلي عارف النادي الاهلي دايما بيكون في المقدمه، دايما هدفه رقم واحد، رقم اثنين مش موجود. فده عشان يكون موجود لابد ان كل واحد في النادي الاهلي او كل واحد في فريق في النادي الاهلي مؤمن بده، جاهز لده. اي واحد ما يكونش على القدر ده خلاص، لابد ان احنا ندور على مواصفات النادي الاهلي. في لعيبه بتيجي في النادي الاهلي بتكون جاهزه ان هي تأدي ده. هو مانويل جوزيه اختصر القصه وقال لك انت بتجيب لعيب وبتبقى شايف ان هو كويس، لكن هل اللعيب نفسه يقدر يتحمل انه يرتدي قميص النادي الاهلي؟ ده دي بتبان مع الماتشات تبقى في الدنيا كلها. ساعتها طلع مصطلح فنه الاهلي ثقيله على بعض اللعيبه. يعني في التوقيت ده كان دايما بتلاقي لعيب مكسر الدنيا في الدوري ويجي النادي الاهلي مش ظاهر. وفي لعيب ممكن يكون متوسط ويجي النادي الاهلي يلمع. يستوعب. طبعا هي شخصيه هل اللاعب هيتحمل ده؟ هيتقمص شخصيه البطل مع النادي الاهلي؟ دي شخصيه اللاعب، لكن شخصيه الاهلي في المباريات الكبيره طبعا والمباريات الحاسمه بتكون حاضره. الاهلي امام كمبالة، مباراه مهمه جدا، مباراه مش عايز اقول عنق زجاجه من دلوقتي، لكن مباراه مهمه. الفريق المنافس في المباراه الاولى هزيمه، المباراه دي الاولى على ملعبه، النادي الاهلي في المباراه الاولى تعادل، فهذه مباراه من وجهه نظر الفرقتين لا تقبل القسمه على اثنين. انا شايف ان النادي الاهلي فوزه في المباراه ده في المباراه دي بنسبه كبيره هيكون قلص المنافسه على البطاقتين لثلاث فرق، اللي هو والفرقتين اللي معاه، وكمبالا هيكون خرج. خساره بره وخساره على ملعبك هتقلل من فرصك جدا، غير انها تعزز فرص النادي الاهلي في الصعود، سواء من ناحيه الناحيه النظريه كنقاط ان هو يوصل النقطه الرابعه، يحقق فوز بره ارضه، ده شيء مهم. الحاجه الثانيه شيء معنوي كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، خاصه ان قدامنا وقت طويل جدا لحد خلاص هنقف وبقى نلعب ماتش مباراه المصري، بعد كده الدوري هيقف وكل الارتباطات هتقف لحد كاس العالم او لحد شهر اغسطس. فمهم جدا بالنسبه لك ان انت تنهي الموسم او تقف بالموسم مؤقتا وانت كسبان، وانت مش مهدد طول الثلاث شهور اللي جايين بتفكر يا ترى انا هعمل ايه في المباريات المتبقيه. لا، الدفعه المعنويه قبل التوقف شيء مهم جدا. احنا مش عايزين نحط اعباء كبيره على اللاعبين، بس هو المفروض من شخصيه النادي الاهلي زي ما بنقول انت على طول متحمل اعبائك، متحمل كل الضغوط اللي عليك، ده قدرك كلاعب في النادي الاهلي، وده قدر النادي الاهلي دايما ان هو بطل ودايما رقم واحد. اكيد ده قدر النادي الاهلي، لكن شايف من كلامك ان انت شايف تفاؤل، شايف ان الاهلي عمل مباراه كويسه امام اياكس في تكريم حسام غالي، شايف ان في غيابات
لكن وجهه نظرك ان الغيابات طبيعي تاثر على اي فريق، لكن شايف ان المجموعه الموجوده والاداء اللي قدام الترجي ساعد الاهلي ان يظهر بشكل كويس. اتكلمت مع كام لاعب في 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 اثناء وجودنا، الكلام كله ان هم منتظرين التوفيق اللي غاب عنهم في مباراه الترجي يكون في كامبالا، ان هم هيأدوا اللي عليهم، هيلعبوا بروح الفنيه الحمراء، هيلعبوا هيلتزموا بالتعليمات الفنيه، هيكونوا موجودين، هيكونوا حاضرين، بيلعبوا للفوز دايما. التوفيق من عدمه ده حاجه بتاعت ربنا، بس هم منتظرين التوفيق اللي غاب عنهم في مباراه الترجي يكون قدام كامبالا، واحنا نتمنى ذلك ان شاء الله. يعني بتقالي ممثل لمصر الوحيد في البطوله دلوقتي، ومهم جدا بالنسبه لجماهيره ان هو يكون بطل ويعود تاني للمشاركه في كاس العالم للانديه، وان شاء الله هتكون الانطلاقه حقيقيه قدام كامبالا باذن الله، نتمنى ذلك. يعني يمكن سمعنا كلام سيادة السفير، التجهيزات كلها متاحة، كل الحاجات بشكل كويس، وكمان زميلنا كريم أحمد اللي أكد على التمرين النهاردة كان على أرض المدرسة البريطانية والأمور ماشية بشكل كويس، وشافوا محاضرة بالفيديو وكابتن حسام اتكلم معاهم. أكيد إن شاء الله المباراة هتمشي بشكل كويس، والملعب مفهوش يعني أفريقيا متعودين عليها. دايما يعني دايما التعصب مش موجود بشكل كبير في افريقيا شكليا، بس شفت الحاجات اللي كنا احيانا بنكون موجودين واحنا بنغطي البعثات واحنا قاعدين في وسط الجماهير بنفعل وبنفرح لما الاهلي بيكسب او المنتخب لما يكون بيلعب بنفعل، والمفروض ان احنا يعني المنتخب او النادي الاهلي هدف او كسب في فريقك اللي هو اصلا جاي يشجعه، وتلاقيه بيبتسم ومبسوط، بس انك فرحان مش هو زعلان طبعا على الفريق بتاعه، بس هم ما عندهمش الشد العصبي اللي موجود في بعض في مصر وفي بعض الدول اللي هي المعروفه زي تونس والمغرب والجزائر. ده طبعا انت استحاله تعمل نفس التجربه وهناك، يعني ده مقارنه صعبه صعب مستحيل يعني مقارنه صعبه، لكن الاهلي قادر على ان شاء الله اداء مباراه كويسه جدا. زي ما انت قلت كلمه استاذ خالد، قلت كلمه مهمه جدا، قلت ان شاء الله يكون التوفيق اللي غاب في مباراه الترجي يكون موجود، ودي نقطه مهمه جدا. نطلع فاصل سريع ونشوف تقرير ونرجع نتواصل. كابتن حسام غالي طبعا قدوه وقيمه وقامه للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، انا في وجوده طبعا. حسام غالي يعني مش هتكلم عليه كتير، و لعيب محترم، لعيب الناس كلها بتحبه، الناس فاكره اللي هو اجريسيف قوي في الملعب، لكن لا، كله عشان صلاح الفرقه وكله عشان صلاح النادي. بتمنى له طبعا التوفيق في حياته اللي جايه، وان شاء الله ربنا يكرمه. كابتن حسام غالي لازم نقف جنبه وفي التكريم بتاعه، اكيد تكريم يليق بيه. بتمنى له طبعا زي ما قلت لك التوفيق. حسام غالي من اللعيبه اللي انا من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر بصراحه في نص الملعب، وانا كان ليا الشرف ان انا لعبته جنبه طبعا. طبعا شعور رائع من كل لعيبه النادي الاهلي تجاه الكابيتانو، وانا حاسس ان يعني فعلا كلنا كنا الاول بنقول مباراه اعتزال، فلقينا كلنا غيرنا كده الكلمه وخليناها مباراه تكريم، وتحس اننا مش مستوعبين، ان حتى اللعيبه حتى زمايله مش مستوعبه القرار ده. ما زي ما قلت لك ان احنا تعودنا ان اللاعب لما بيعتزل خلاص بيبطل، وبعد سنه او اثنين او ثلاثه بيرجع ينزل 10 دقائق في المباراه بتاعته، وطبعا بيكون حالته الجسمانيه زي ما انت شايف. انما ما حدش متوقع ان حسام غالي يكون جاهز بيلعب بكل قوه في مباراه. لعيب كان بيتمرن لحد قبل مباراه الاعتزال بيوم، كان بيدخل القوائم مباريات وكان بيلعب كان بينزل وكابتن حسام كان بيحتاجه، ممكن من حوالي اسبوع احتاجه في المباراه فنزل. خلينا صراحه، لعيب هو رايح الاحتراف يعني الكلام كتير جدا، وراح السعوديه في الفتره الاخيره رجع خلاص وعايز يعتزل، الجهاز الفني بيقول له لا ده انت لازم تكمل معانا. بس هو رجع واخد قرار هو رجع قرار. ما هو زي ما بقول لك ان الكاريزما هو حدد اولوياته عايز يكون فين. هو شايف ان هو لابد انه يبدا السلك الاداري من بدري، هو شايف ده، هو شايف انه مكانه جاي. وعلى فكره فراق حسام غالي على لعيب الاهلي هو فراق لعيب في الملعب، انما هم عارفين ان هو جاي، عارفين ان هو
دوره، بس القرار كان سريع والمهرجان بسرعه والماتش اتلعب على طول ما هي الحاجات الحلوه دايما بتخلص بسرعه. يعني دايما حلو العنوان ده. طبعا دايما. بس انا شايف ان حسام غالي مهرجان تكريم حسام غالي هو مش نهايه، هو نهايه في الملعب لكن بدايه في حياه منتظره بالنسبه له. بدايه انا شايف ان كمان خروج الحفل بالشكل ده بيحمل حسام غالي عبء كبير، ان هو شايف قد ايه حب الناس واحترامه ليه، وشايف قد ايه هو عمل اللي خلى الناس دي تحبه، واللي خلى الناس دي تقف وراه، واللي خلى الناس ان هي تكون حريصه ان هي تكون موجوده في يوم زي كده. ده بيحط عليه عبء ان هو لابد انه يفضل كده، لابد انه يفضل يشتغل لحد ما يفضل محافظ على المكانه دي زي ما كان قائد في الملعب، لابد انه يكون قائد في اي مكان يروح. دايما بنشوف نجوم كبيره جدا 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 بتكون في الملاعب والشخصيه بتختلف لما بيخرج. احنا متاكدين ان حسام غالي مش هيكون كده، متاكدين ان حسام غالي شخصيته اللي كانت في الملعب هي شخص هو كان اداري في الملعب. فاعتقد ان هو طالما كان اداري في الملعب لابد انه يكون قائد بره الملعب. قلت لي جمله مهمه، وقلت لي ان اكيد كان نفسنا كلنا نشوف الكابتن في المونديال. قلت ان في مهرجان اعتزاله قال ان انا حققت كل اللي انا عايزه، والبعض بيفسر ان السرعه اللي تمت بيها مهرجان اعتزال يكون معتزل نهائيا خلاص، ماتش تكريم والقصه خلصت. يعني ان حسام بيرضي نفسه في حته صعبه قوي عليه انه يكون رجله في الملعب وما يكونش موجود مع المنتخب. وقلت تحديدا جمله مهمه جدا، ان الكابيتانو اذا كان موجود في منتخب مصر هيكون استحقاق، ولكن انت بتشوف ان في هذا التوقيت كمان في لعيبه بتتكرم مع المنتخب. بص انا طول عمري دايما سواء في النادي في تخطيط النادي او في المنتخب ما بحبش اعلق على اختيارات المدير الفني. شايف دايما المدير الفني هو اللي ليه حق الاختيار في كل وقت، هو اللي ليه حق الاختيار، هو المسؤول في الاول وفي الاخير طبعا. لكن الحدث المره دي مختلف، وجود مصر في كاس عالم بعد 28 سنه، اجيال كتير جدا تمنت تشوف مصر في التوقيت ده، فما ينفعش دلوقتي ان احنا نقول هو قرار مدير فني بس. لا احنا شغلانتنا ان الراجل خلاص اعتزل واتكرم. احنا يعني ايه عشان برضو ايه ناس، انا ما بتكلمش دلوقتي، لا اصل احنا ما بنضغطش، القصه خلصانه، لا مفيش ضغوط بالظبط، مفيش ضغوط عشان الكلام ما يتقولش الناس طالعه بتضغط. لا القصه احنا خلاص ننسى موضوع حسام غالي دلوقتي، نحيي جانبا نتكلم على منتخب مصر اللي هو بيمثلني وبيمثلك، واللي بنتمنى له التوفيق مع الجهاز الفني الحالي، ونتمنى ان احنا نكون وجهه نظرنا غلط، احنا نتمنى ده. لو احنا قلنا، انا قلت حاجه، انا قلت انك اي حاجه عايز تقيمها بالارقام، وارقام الجهاز الفني مع منتخب مصر حدث ولا حرج، فبالتالي الجهاز نجح 100% بالارقام. طبعا طبعا احنا ما بنشككش في ده. هو المشكله انت طالع دلوقتي مش طالع تلعب ماتش مباراه او ذهاب او عوده او في تصفيات، فلو انت غلطت في حاجه هترجع تاني. انت دلوقتي بتتكلم في بطوله مجمعه، ولابد انك تكون عامل حساب في البديل، يعني رقم واحد واثنين وثلاثه عندي مين. حصل معانا نفس الازمه في كاس امم افريقيا، لعبنا اخر المباراه اللي كنا محتاجين فيها مهاجم قوي، مهاجم يكون بديل لمروان محسن، لعبنا بعمرو ورده. ده مش تقليل من عمرو ورده بس مش مركزه، ده احنا بنتكلم فيه دلوقتي. انت عدد معين مطلوب منك كمدير فني انك تختاره، لابد ان كل واحد يكون موجود معروف دوره ايه، معروف هو موجود في القايمه ليه. انا يعني مش عايز اقول اسماء، بس في اسماء انا ما اعرفش موجوده ليه. يعني انا اكاد ازعم ان في اسماء يعني الاسماء اللي احنا شايفين او اللي انت شايف ما تعرفش موجوده ليه، بلاش نقول اسماء. لا بلاش، ما هو في النهايه هو اختار، بس انا مش شايف ان الاختيار ده يعني المفروض ما يكونش اختيار نهائي. طب انت شايف التجربه الوديه بتاعت شهر مارس ماتش البرتغال واليونان استفدنا منهم بشكل كبير، ولا يعني 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 محرقه البدلاء اللي حصلت في ماتش اليونان؟ ما تخلينا نتكلم على واحد زي حسين شحات مستبعد ليه. يعني انا كمدير فني بتكلم المفروض يكون عندي بدلاء، تمام؟ طبعا. من الذكاء لما يكون عندي لعيب جوكر يلعب في اكتر من مكان، لابد ان يكون من اول اولوياتي. لعيب ممكن يلعب باك يمين، ممكن يلعب تحت راس الحرب لو احتجته، ممكن يلعب جناح. انا
استبعده ليه؟ لاعب في الدوري احسن لاعب في الدوري الاماراتي، والدوري الاماراتي مش دوري ضعيف زي ممكن. لا دوري قوي، وبعدين ده لعب في شهر يناير. تخيل عامل الشعبيه دي كلها في الامارات في شهور شهور قليله. انا ليه مدرو يعني ليه لو معاه في الفريق مين؟ عموري نجم الامارات طبعا، نجم اسيا. هو فين؟ فين حسين شحات؟ يعني من حقك انك تختار القايمه زي ما انت عايز، بس برضو من حقنا نحن نعرف ايه اسباب استبعاد واحد زي حسين شحات. ايه الاسباب؟ يعني احنا شايفين حسين شحات لاعب حاضر وجاهز دايما في كل الاوقات، ممكن يديني في اكتر من مركز، بديل كويس جدا، عنده الخبرات اللي تاهله لده، لعب في العين، والعين فريق مش قليل، فريق كبير جدا طبعا. في اسيا مش في الامارات بس. في حين ان بعض الاسباب اللي مش هقولها برضو، يعني انا اكاد ازعم ان هو مستر كوبر ما شافهمش اصلا في المباريات اللي بيلعبوها مع مين. متابع الدور الامريكي؟ مين متابع الدور الامريكي؟ هضطر ان اقول اسماء. لا ما نقولش اسماء، لكن انت عارف، انت يعني او تبدو انك عايز تقول ان هو قناعه كوبر ببعض الناس ثابته مش متحركه، لا تتغير ايا كان مكانهم فين. تمام. وفي نفس الوقت عدم قناعته بالنص الاخر ايا كان هو عمل ايه وانجازاته ايه، وده مش منطقي. احنا محترمين جدا وجهه نظره طبعا، محترمين جدا ان هو يكون هو المسؤول عن اختياراته، بس انا برجع اقول وعنده مؤتمر بكره في اتحاد الكره الساعه 1 هيوضح فيه كل الامور. بس انا برجع اقول مجموعه مصر في المونديال مش مجموعه الموت ولا حاجه. عندنا طموح ان المنتخب، الطموح ده هسمعه منك، لكن اطلع فاصل ونسمع عدد من نجوم النادي الاهلي ونرجع نتواصل. احنا كلنا طبعا كلاعيبه وكجمهور، يعني كلاعب الاول طبعا، احنا زي ما قلت انا واحد من الناس تعاملت معاه الفتره اللي فاتت كلها. طبعا هنفتقد الفتره اللي فاتت كلها الفتره اللي جايه، بس هو خد القرار، بس هو القرار كان صعب عامه، بيبقى على اي حد يبقى صعب. والكابتن حسام احنا تعلمنا منه كتير، كابتن غالي تعلمت منه يعني ايه روح الفينة الحمراء، يعني ايه تحب النادي الاهلي، يعني ايه الكيان جوه الملعب، الروح بتاعته جوه الملعب، قائد جوه الملعب، بره الملعب شخصيه مش عايز اقول لك عامله ازاي، من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. احنا نفتكر جوه الملعب ان هو بيدينا روح جوه الملعب، ان هو بيبقى حاجه يعني بيغير على الفرقه، الحاجات دي كلها احنا متعلمنا منه. بره الملعب طبعا شخصيه زي ما اقول لك محترمه جدا، واحنا بنحبه كل لعيبه زي ما انت شايف كلها بتحبه، هنفتقده يعني. بس ان شاء الله القرار اللي هو اخده ده انا عارف اللي هو كان صعب، بس ان شاء الله في الفتره الجايه هيبقى اي توفيق لي طبعا في المرحله اللي جايه اللي هو هيختارها ان شاء الله يعني. وبقول له هو احنا هنا موجودين في الامارات عشان احنا نسنده ونقف جنبه، ربنا معاك في اللي جاي، انت من الشخصيات اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، وبالتوفيق الفترة الجاية، وربنا يكرم كده إن شاء الله. اللعبة كلها مركزة، إحنا الماتش اللي ترجع إحنا عملنا ماتش كويس جدا وأداء كويس، في الروح كانت موجودة، بس ما كانش في توفيق معنا. إن شاء الله الماتش الجاي يبقى معنا توفيق، وإن شاء الله من نفس الروح الماتش بتاع الترجي، وإن شاء الله هنرجع بثلاثة بونت إن شاء الله. هو أنت لحظة صعبة على أي لاعب طبعا، وزي كابتن حسام غالي طبعا غني عن التعريف. يعني مهما اتكلم عنه طبعا مش يعني مش هوصف لك مدى في الملعب او بره الملعب. انا عشان المستوى الشخصي انا بعشقه جدا، بحبه جدا، تعلمت منه حاجات كتير، ويعني مش عارف اتكلم النهارده اقول ايه. النهارده ان شاء الله يعني اليوم يطلع جميل ان شاء الله ويليه باذن الله، وبتمنى له الخير دايما، وان شاء الله يبقى في مسيرته اللي جايه باذن الله، يبقى ربنا يكرمه في مشواره كله اداري او اي حاجه ايا كان. وكلمه لاعب زي حسام غالي كده الناس يعني هتفتقده كتير، وانا هنفتقده في النادي طبعا، وبتمنى له التوفيق دايما. شايفه في اي حاجه يعني، هو ليه شخصيه وكاريزما، فانا شايفه اي دور هيقوم بيها هيعرف يتعامل معاه، وهو شخصيته قويه وكويسه فهيتعامل في اي حاجه يعني، وبتمنى له التوفيق في اي حاجه يعني، ربنا يكرمه يعني. المباراه ترجع فنها يعني بكل حاجه بقى، بحكامها باي حاجه، فاحنا الحمد لله احنا مركزين ان احنا ان شاء الله نعدي ماتش كامبالا سيتي ده باذن الله بالثلاثه بونت باذن الله، ويكرمنا ان شاء الله في الفتره الجايه. بس احنا مركزين ان شاء الله اللي احنا المباراه يعني مركزين على المباراه قوي كده، ان شاء الله هنطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله ان شاء الله. طبعا كابتن حسام غالي قيمه كبيره جدا لينا وللنادي الاهلي،
واحنا اتعلمنا منه كتير جوه الملعب وبره الملعب، واستفدنا منه كتير ومن خبراته، وقد ايه الراجل طول مسيرته ملتزم وبيأدي بشكل مميز على طول. فهو زي ما قلت هو قيمه كبيره جدا، بتمنى له رب التوفيق، والخطوه ان شاء الله اللي جايه يبقى موفق فيها زي ما هو كان موفق في حياته وادى الدور اللي عليه، وهنفتقده طبعا، هيوحشنا وهيوحشنا نجم كبير يعني. ربنا يوفقه يا رب ويكرمه، وان شاء الله الخطوه اللي جايه بالنسبه له تبقى كويسه ان شاء الله. العصبيه بتبقى في الملعب، ده بيبقى نوع يعني، البني ادم بيختلف على التاني، كل واحد عنده صفات اراديه وشخصيه غير التانيه مختلفه. هو الراجل يعني متربي في النادي وعارف يعني قيمه النادي الاهلي وقيمه تيشيرت النادي الاهلي، فهو بيبقى غيور جدا على المكان اللي هو فيه، ودي حاجه طبعا من صفات كابتن حسام غير ان هو قائد، ودي حاجه بالعكس مش نرفزه او حاجه خالص، بالعكس انا شايفها حاجه ايجابيه. نتمنى ان الاجيال اللي طالعه كلها تبقى زيه واحنا كمان نبقى زيه، فدي حاجه طبعا لا كويسه جدا، احنا بنستفاد. وهو عبر الملعب كمان هو شخص جميل جدا وكلنا بنحبه وكلنا بنتعامل معاه بشكل محترم جدا، هو قيمه زي ما بقول لك كبيره جدا بالنسبه لي كمان، انا حاجه كبيره بتمنى اكون استفدت منه، وكنت بتمنى كمان ان هو يفضل اطول فتره لان احنا ما شبعناش منه، وانا كمان يعني الفتره رجعت فتره قريبه فما شبعتش منه، فبتمنى له رب كل التوفيق، هو هتفضل قيمه كابتن حسام، وان شاء الله النهارده يعني تتويج ليك يبقى يليق بيك ويليق بمكانه النادي الاهلي، وان شاء الله تبقى مبسوط، والخطوه اللي جايه ان شاء الله تبقى كويسه ليك، وبتمنى له كل التوفيق يا رب. المشروع الافريقي طبعا ده مهم جدا بالنسبه لنا، وهدف من اهدافنا اللي احنا يمكن اهم هدف كمان ان احنا بنحاول نحققه السنه دي ان شاء الله. فاكيد الماتش هيبقى صعب، ظروف الماتش برده صعبه، ان انت خارج ملعبك وخارج معاك بتقابل حاجات كتير، الارضيه والتحكيم والجو، فالعوامل دي كلها بتبقى مش مساعده بالنسبه لك، لكن ان شاء الله باذن الله احنا مستعدين كويس وبنشتغل كويس قوي ومركزين كويس قوي، ان شاء الله الماتش دوت ان شاء الله نرجع فيه ان شاء الله كسبانين باذن الله، نرجع على وضعنا الطبيعي في المجموعه عشان نبقى مرتاحين بعد كده في اللي جاي ان شاء الله. شعور حب متبادل بين كل لاعبي النادي الاهلي وخاصه تجاه الكابتن وفي يوم تكريمه. هخص هشام محمد، هو واحد من ابناء النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي واللي تربى في النادي الاهلي، قال لك الحماس والقوه اللي عند حسام غالي ده حاجه مطلوبه، حاجه مطلوبه، وطبعا اكد انه الهدف الاول هو الفوز بالبطوله الافريقيه. لما بدات الحلقه وقلت لكم ان في بعض الامور كده على الساحه الرياضيه، وقلت لكم ان الفرقتين هيلعبوا نهائي كاس مصر، بالفعل الان سموحه بيصدر بيان رسمي بيؤكد على مشاركته في نهائي الكأس يوم الثلاث. بيان سموحة بيؤكد أنه حرصا على الشكل العام لمصر وعلى مصلحة البلد، لكن حقهم مش هيسيبوها، ده باختصار. ولكن أستاذ خالد قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مجموعة مصر ورؤيتك أنك شايف أن المنتخب قادر أنه يؤدي بنتائج إيجابية في المونديال مع هذه المجموعة. طبعا لو جينا نبص المنتخب السعودي مع احترامنا الكامل ليه، المنتخب الروسي اللي هو البلد المستضيف، يعني منتخب مصر المره دي ما فيهوش مثلا حاله، يعني المنتخبات الثانيه ما فيهاش حاله زي حاله محمد صلاح، وانا معلش ممكن ارجع نفسي في كلمه حاله، محمد صلاح مش حاله يعني، محمد صلاح واقع جدا، نجح في تحدي نفسه اولا، وجود صعاب كتير جدا بتقابل الانسان، وقابلت ناس كتير جدا في الاحتراف في بدايتها وكان سبب في رجوعهم. محمد صلاح تخطى كل ده. محمد صلاح حط عبء على نفسه تاني ان هو بعد اللي انت وصلت له هيعمل ايه تاني؟ هو قال انا هقدر. قررها لهم ثلاث مرات النهارده. انا هقدر. ده بيبين لك هو صلاح بيتعامل ازاي؟ بيتعامل في حياته ازاي؟ فعشان لو احتاجنا نتكلم عن صلاح ممكن اكيد هنحتاج حلقه، خلينا نرجع للمنتخب. لكن كان مظهر مشرف النهارده وهو في الملعب. صلاح وبيلف بعلم مصر فوق احسن لاعب، الله اكبر. صلاح مثل مصر بالشكل اللي المفروض نكون عليه في كل المجالات. صلاح مثال ان احنا ممكن نعمل كل حاجه بس تتوافر باقل حاجه. طبعا طبعا احنا نملك من وكلام مش الاستهلاك،
صلاح صلاح بيض وجوه كل الناس اللي بتطلع تقول المصري قادر. وكان ناس ترد عليه تقول له ده كلام للاستهلاك المحلي او كلام انت بتحابي بيه حد. صراحة تجارب كتيره فاشله شفناها مع لعيبه محترفه يعني طالعين من انديه كبيره، فقلنا يعني هو صلاح طالع من المقاولين اخره هيعمل ايه، لكن ابهر الجميع وابهر العالم اجمع على احترام، ابهر نفسه كمان. يعني كتير جدا ممكن تصدق نفسك انك ممكن تعمل حاجه، انما بتوفيق ربنا بتوصل للي انت ممكن الاكتر ما تتمناه. علشان انت بتعمل، انت هي بتعمل. دي تتعب بتتعب وبتؤمن بقدرتك على العمل وبتؤمن في الله ان هو قادر ان هو حقق لك كل حاجه، ان هو قادر على كل شيء. فصراحة امن بده، صراحة امن بقدراته، وقبل كل حاجه امن في 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 قدره الله على ان هو يصنع المعجزات. وانا شايف ان صلاح بيعمل معجزه، واللي هيعمله كمان طول ما هو ماشي على نفس الطريق هيكون برضو نال التوفيق يوم 26 ان شاء الله في نهايه دوري الابطال. ان شاء الله يكون ليه علامه كبيره ان شاء الله، توفيق كبير برضو مع المنتخب ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان المنتخب ان شاء الله قدر على الاقل التاهل من مجموعته باذن الله، ان لم يكن اكتر من كده ان شاء الله هيكون قادر وهيكون اكتر من كده. شرفتني ان شاء الله، شرفتني الاستاذ خالد الاتربي، واحد من كبار النقاد الرياضيين. دايما ارائك مميزه وممتعه، واستمتعت جدا انك موجود معايا النهارده. انا مستمتع جدا وفعلا عيدة تاني مبسوط في قناه النادي الاهلي ومبسوط ان انا معاك. اشكرك يا استاذ، ربنا يخليك. تسلم. على مدار ثلاث ساعات مميزه الاهلي في كل مكان، استعرضنا فقره تقريرات واخبار في البدايه، ثم فقره حوار مميزه مع الكابتن احمد ابو مسلم، ومسك الختام مع الاستاذ خالد الاتريبي. الاهلي في كل مكان بيقول لكم تصبحوا على خير ونشوفكم مع الف سلامه.